الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. كالعادة حلقة النهاردة بيكون فيها العديد والعديد من الأخبار المتنوعة محليا وعالميا، وكمان آخر أخبار النادي الأهلي. ضيف حلقتنا النهاردة هيكون الأستاذ محمد السيد الناقد الرياضي بالأخبار المسائي، وهنستفيد في الحديث في بعض الأمور الهامة. قبل ما أتكلم في أخبار كتير جدا معانا في الانترو، خلينا نشوف أهم عناوين حلقة اليوم. يلا بينا. 22 لاعبا في قائمة الأهلي استعدادا للجونة. الأهلي يواجه بني سويف في دور ال 32 لكأس مصر. 3 أسابيع راحة لحمدي فتحي. البدري يستقر على ضم 7 لاعبين من المنتخب الأولمبي. علي معلول ينافس على جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا. صلاح وتريزيجيه مرشحان لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا. والهلال السعودي بطلا لدوري أبطال آسيا. طيب، عايز ابتدي بالجمعيه العموميه للنادي الاهلي، واللي خلاص انتهت امبارح. النصاب القانوني لم يكتمل، كانت على مدار يومين، وحضر يعني حوالي بالظبط 5194 عضوا قاموا بالتسجيل على او بالتحديد في اليوم الثاني قبل اغلاق باب التسجيل في تمام الساعه 7 مساء، وده كان الاجتماع الثاني للجمعيه العموميه العاديه. النصاب القانوني لم يكتمل ليه؟ لان انت مثلا سي هم 5000، لازم اللي يحضروا او يناقشوا الميزانية يكونوا 2500 من اللي سجلوا أساميهم، ده سي لو 5000، بالظبط 5194، فبالتالي كان المفروض يبقى 2597 يناقشوا الميزانية. حضر كام في المناقشة؟ حوالي 601. ده بيدل على إيه؟ إن ده اللي يدل على الثقة الكاملة من أعضاء الجمعية العمومية في مجلس إدارة النادي الأهلي، واللي منوط بالتطوير الدائم واستمرار بعض الأعمال الإنشائية الرياضية، كل الجوانب اللي بيشتغل فيها في الحقيقة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. بناء على امبارح كان في أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية تفويض مجلس إدارة للبت في جدول الأعمال واتخاذ ما يراه مناسبا لمصلحة النادي، ونتمنى لهم يا رب كل التوفيق. كابتن محمود الخطيب طبعا شكر الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وكان حريص جدا على توجيه الشكر وعلى أنه يؤكد أن الروح موجودة بالنسبة لأسرة وعائلة النادي الأهلي، هي روح واحدة، وأهم ما يميز النادي عبر تاريخه دايما وأبدا. دي لقطات طبعا من الجمعية العمومية على مدار امبارح بالتحديد واول امبارح، وكان الكابتن محمود الخطيب اشاد بترابط الاعضاء بشكل عام، وشيء جيد ومميز. ودايما اي حاجه كده بتمر بهدوء في النادي الاهلي، ما تحسش ان في ازمات، ما فيش دوشه، ما فيش كلام كتير، الدنيا ماشيه بنظام، وشايفين حتى المنظر حاجه جميله جدا في الصاله المغطاه بمقر النادي الاهلي بالجزيره، النظام ماشي بشكل كويس جدا. طبعا الكابتن محمود الخطيب كان موجود وحرص جدا على التواجد في الحقيقه، والامور كانت ماشيه بالشكل الايجابي المميز جدا، وثقه اعضاء النادي الاهلي دي بتحمل مجلس الاداره مسؤوليه كبيره في كيفيه ارضاء الاعضاء في كل الجوانب، سواء الجوانب الخدميه، الجوانب الانشائيه، الجوانب الرياضيه، اي حاجه بتتعلق باعضاء النادي الاهلي وبالنادي الاهلي ككيان بشكل عام. ان شاء الله باذن الله مجلس اداره النادي الاهلي الحالي مسؤول كل المسؤوليه على اسعاد وارضاء هؤلاء الأعضاء اللي أكيد لهم دور كبير جدا ودور أساسي طبعا في النادي الأهلي. خلينا نروح نشوف تقرير مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، نشوف هيقول إيه ونرجع مرة تانية. يلا بينا. كابتن محمود الخطيب، في البداية خالص هرجع أقول تاني، هو اختار عائلة الأهلي، هو ده اللي احنا بنشوفه النهاردة، دي عيلة بتتجمع كل سنة عشان لو في حاجة بتوصل صوتها طبقا للوائح والقوانين في لائحة نظام الأساسي النادي الأهلي أو دستور النادي الأهلي. الدستور ده النهاردة كان بيقول الجمعية العمومية على يومين، اليوم الأول 50% زائد واحد، اليوم الثاني 5000 أو 10% أيهما أقرب. طبعا زي ما احنا شفنا على مدار اليومين، يمكن أول يوم النهاردة حضر 5191، كان يوم الجمعة، يوم السبت النهاردة حضر 5194، وده كان استكمال النصاب القانوني للحضور، وده وعي
اعضاء الجمعيه العموميه اللي هم جايين بيشاركوا وبيرحبوا، وكل واحد بيقابلك بيقول لك انا جيت وادليت وعملت اللي عليا عشان خاطر ده. بنقول احنا بندعم مجلس اداره النادي الاهلي، بندعم كابتن محمود الخطيب في قراراته، بندعم المسيره اللي هم شايفينها الحمد لله. يمكن السنه اللي فاتت يعني كان فيه كانش فيه امور كتير لسه ما كانتش ظهرت، خصوصا بالنسبه لقطاع الانشاءات او الطفره الانشائيه اللي الكابتن محمود الخطيب متبنيها من اول ما تولى، ازاي بتغير البنيه التحتيه وازاي بتعمل مجموعه من الانشاءات فعلا النادي الاهلي يستحقها. النادي الاهلي عنده تاريخ، عنده مبادئ، عنده تطوير، ودي حاجات اللي احنا شغالين عليها من خلال الثلاث كلمات دول: تاريخ، مبادئ، تطوير. وده اللي احنا شغالين عليه، بتحافظ على مبادئك، بتحافظ على تاريخك، بتحافظ على اللي هيساعدك بعد كده في التطوير. طب انت بتحافظ على مبادئك دي ازاي وبتحافظ عليها ازاي في مجموعه قرارات يمكن محدش اخد باله، ومش هقول هي بتعدي على الناس، لكن الناس لازم تبقى عارفاها ومستوعباها. انت النهارده اخدت قرارات قويه جدا 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 لصالح النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي فقط لا غير، اسم النادي الاهلي ولصالح النادي الاهلي مع اتحاد الكوره. الاتحاد الكوره بعد كده طلع بيان قال لك النادي الاهلي كان عنده حق، واحنا كسبنا بعد كده القضايا اللي احنا كنا عاملينها في التحكيم، مركز التسويه والتحكيم اللي هي 150 الف جنيه مقابل احنا خسرين 100 مليون، ولكن مش انت كسبت واستأنفت وطلع النادي الاهلي على حق عشان خاطر الكوره المصريه. انت ما بتدورش مصلحه نادي، لكن هو بتحافظ على اسم النادي. النهارده المشكله بتاعت الولاد بتوع كره الميه، انت خدت قرار تربوي قبل اي حد. النهارده المشكله بتاعت التنس الطاوله، انت خدت قرار تربوي في بطوله قويه جدا، البطوله العربيه اللي كانت في المغرب، واخدت قرار رئيس النادي اخد قرار قال لك البطوله ولا النادي الاهلي. لا احنا اختار النادي الاهلي، وما بلغ وبلغ الاداره التنفيذيه عشان تبلغ اعضاء مجلس الاداره قال لهم انا اخترت النادي الاهلي، مش مهم البطوله، ولكن اهم حاجه الاخلاق، وتم عوده اللاعبين وعدم مشاركتهم في البطوله، وتوقفوا النادي الاهلي، رئيس النادي الاهلي. فانت بتحافظ على النادي الاهلي. النهارده اما بيحصل عندك مشكله دايما بتحط البطوله ولا المبادئ والاخلاق. لو انت سالت ناس كتير في الشارع المصري هيقول لك احنا مش مهم البطوله، احنا اهم حاجه عندنا النادي الاهلي، احنا عندنا بطولات كتير. هو ده النادي الاهلي. من منطلق لازم منطلق اتحرك بقى زي ما انت عايز، اشتغل وابذل جهد واعمل اللي انت يعني اللي عليك، وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك ان شاء الله وتوصل النتيجه اللي انت عايزها ان شاء الله. لازم اوجه كل الشكر لكل العاملين في الاداره التنفيذيه اللي احنا يعني بنشرف اللي احنا في الفتره دي موجودين، وده يمكن كرم من ربنا سبحانه وتعالى. انا موجود على راس هذه المنظومه، لكن لازم اقول اللي فيه نجاح النهارده في التنظيم، في قبول من اعضاء جمعيه العموميه للنادي الاهلي زي ما انت بتقول، في وعي اعضاء جمعيه العموميه للنادي الاهلي، واحنا النهارده كنا عندنا استعداد وعندنا ازاي بنفكر وبندور ازاي العضو هيشارك وفي الجمعيه العموميه بتاعته السنويه، يبقى عنده اسلوب متوفر، في اسلوب راحه، في اسلوب في الدخول والخروج، في ناس بتتنقل. انت على النادي الاهلي النهارده في فروع، فرع الشيخ زايد، فرع مدينه نصر، ازاي هتنقل العضو من الشيخ زايد لمدينه المقر الرئيسي في الجزيره، وازاي هترجعه تاني وتبقى مسؤول عنه، نفس القصه مدينه نصر وهكذا. الموضوع النهارده الحمد لله رب العالمين، لازم اوجه كل الشكر من اصغر عامل في النادي الاهلي ل يعني كل فريق العمل اللي اشتغل، انهم بذلوا جهد جامد جدا. احنا بقى لنا فتره الحمد لله بنجهز لهذه الجمعيه العموميه عشان تظهر بالشكل ده، ويمكن في ردود افعال من الناس اعضاء الجمعيه العموميه اللي بيحبوا النادي الاهلي وبيخافوا على النادي الاهلي، يكفي كلمه شكر تقول التنظيم اكثر من رائع. انا بشكر كل العاملين، كل فريق العمل، لان هو فريق الحمد لله رب العالمين، كل فريق العمل اللي اشتغل. وعايز اوجه شكر برضو طبعا لاخويا الصغير عشان ما انساهوش، المهندس احمد اسماعيل بفريق العمل بتاعه، مدير الصيانه، لان ده طبعا فريق بيبذل مجهود غير عادي وفي صمت ومحدش حاسس بيه. كل اللي احنا شفناه النهارده وكل اللي بنشوفه على مستوى الثلاث فروع انا بشكرهم كلهم، من اصغر عامل لكل مدير موجود مسؤول، اللي انت بتحقق فعلا مبدا عائله النادي الاهلي، وهو ده اللي احنا عايزين، الكابتن محمود الخطيب عايزه النادي الاهلي، وهو ده اللي احنا توارثناه من المجالس السابقه، وربنا سهل ان شاء الله. وبشكر طبعا اعضاء الجمعيه العموميه كلهم اللي شاركوا معانا، وبقول للناس اللي ليها اعضاء الجمعيه العموميه اللي ليهم راي اخر او شايفين وجهه نظر مختلفه، ارجوكم النهارده انتوا يعني شرفتونا اللي انتوا كنتوا موجودين، اتمنى ان اي حد عنده راي او اي حد عنده حاجه عايز يوصلها، يا اما مدير الفرع لو انت مش عايز تتعب او تيجي، يا اما حضرتك هتيجي عند مدير النادي المكتب مفتوح، يا اما لو عايز تقابل مجلس الاداره في اي وقت برضو. بس اهم حاجه في الاخر يبقى الاسلوب
اللي بيليق بالنادي الاهلي، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله باذن الله. طيب دي كانت تصريحات مهمه جدا من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، اتكلم في عدد من الامور في الحقيقه، وخصوصا بعد الجمعيه العموميه العاديه واللي كانت مطروحه طبعا لمناقشه جدول الاعمال اللي بيتخللوا مناقشه الميزانيه، واللي ما شاء الله لا قوه الا بالله وصلت ل 2 مليار جنيه ميزانيه النادي الاهلي، يعني اكبر ميزانيه في تاريخ النادي الاهلي، في تاريخ الانديه المصريه بشكل عام، مش هبالغ لو قلت في تاريخ انديه الشرق الاوسط يعني ممكن، فبالتالي ده انجاز كبير جدا في الحقيقه يعني. طيب نخش في اخبار الاهلي بقى، والاهلي وحشنا بصراحه، الاهلي وحشنا جدا، بكره الاهلي هيلعب اخيرا مع الجونه، مباراه مهمه بعد فتره كبيره من التوقف بسبب التوقف الدولي ومباريات المنتخبات، فبالتالي انت تتفرج بكره باذن الله على مباراه النادي الاهلي والجونه في ملعب الجونه في تمام الساعه 5 مساء، مباراه هتكون مهمه جدا ان شاء الله باذن الله يقدر النادي الاهلي ان هو يحقق الثلاث نقاط وتبقى بدايه جديده لمشوار او لاستكمال مشوار بدأ النادي الاهلي بشكل مميز جدا في بطوله الدوري العام. النهارده الامور كانت ماشيه ازاي؟ كان في تمرين الصبح الساعه 11، ابتدى بالظبط 11:30 عشان النص ساعه دي كان فيها محاضره من الجهاز الفني للاعبين، وبالتالي التمرين كان مهم، وبعديها اتحرك الفريق للمطار، الطياره طلعت بالظبط في تمام الساعه 2 او 2:30 ووصلوا بسلامه الله لمدينه الغردقه عشان يكونوا متواجدين في الجونه تحديدا ويخوضوا او يستعدوا لخوض هذه المباراه الهامه. 22 لاعبا في قائمه الاهلي استعدادا للجونه، ال 22 لاعب مين هم؟ محمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي واحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعه وياسر ابراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، ومحمود وحيد، وحسام عاشور، عمرو السلية، وأليو ديانج، ووليد سليمان، وأحمد الشيخ، محمد مجدي أفشة، جونيور أجاييه، ورمضان صبحي، جيرالدو، حسين الشحات، ومروان محسن، ووليد أزارو. المحاضرة الفنية كانت أكيد مهمة، مستر فايلر اتكلم فيها على المباراة، اتكلم فيها على كيفية خوض المباراة دي من الجانب التكتيكي، من الجانب الخططي، وبعض الأمور أكيد اللي بتكون بتهم الفريق خلال الفترة اللي جاية، والفترة اللي جاية مليئة بالتحديات بقى بالتحديد كمان، ايه عندك تلعب دوري وبعد كده تروح تلعب دوري ابطال افريقيا وترجع تلعب كاس مصر وبعد كده تروح تلعب دوري ابطال افريقيا تاني وترجع تلعب دوري بقى، بالتالي قرعة كاس مصر نتجت عن ايه؟ ان الاهلي هيواجه بني سويف في البطولة دي في دور ال 32 بعد القرعة اللي اتعملت النهاردة في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، ومباريات دور ال 32 هتكون في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، يعني احنا هيبقى عندنا مباراة في كأس مصر قبل مباراة الهلال السوداني اللي هتكون يوم 6 ديسمبر. الميعاد هيكون امتى بالظبط؟ بكرة اتحاد الكرة أو لجنة المساويات بالتحديد هتعلن عن ميعاد هذه المباراة، نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مشواره في بطولة كأس مصر. طيب كمان من ضمن الاخبار اللي عايزين نتكلم عليها بخصوص المصابين، راحه 3 أسابيع لحمدي فتحي، وده طبقا للبرنامج اللي موضوع له من قبل ماير الخبير الالماني واللي عمل الجراحه للاعب، فبالتالي راحه 3 أسابيع، بس ال3 أسابيع دول هيتخللهم بالمناسبه تدريبات خاصه بالجانب البدني بالنسبه للاعب بعيد عن رجله، يعني بعيد عن الاصابه، مكان الاصابه. وده الكلام اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ، ان هيكون في تدريبات خاصه بحركه الجسم دون التعرض للركبه بناء على توصيات ماير. بالنسبه لمحمود متولي بينفذ المرحله الاخيره من برنامج التاهيلي، وان شاء الله باذن الله قريبا يعود محمود متولي، لعيب مهم جدا وهيكون في فحص مستمر للاعب للتاكد من تجهيزه بشكل سليم قبل المشاركه في التدريبات الجماعيه. احنا عارفين متولي غايب بقاله فتره بسبب الاصابه في او مزق في العضله الخلفيه. طيب مران خاص للغائبين عن مباراه الاهلي، وطبعا اكيد حضراتكم بتسالوا على صالح جمعه، صالح جمعه تم استبعاده رؤيه فنيه من مستر فايلر، واكيد رؤيه فنيه تحترم، الراجل هو ادرى بكل الامور وكل الجوانب اللي بتتعلق بالفريق في الحقيقه. فبالتالي مجموعه الغائبين عليهم تدريبات خاصه النهارده الظهر، سعد سمير وحسين سيد وصالح جمعه، وبجانب طبعا كريم نيدفيد اللي ليه برنامج علاجي بينفذه. طيب
من الأخبار الكويسة أن نجمنا علي معلول نجم النادي الأهلي ضمن أفضل 20 لاعب داخل قارة أفريقيا، فبالتالي ده شيء مميز جدا. لاعب كبير زي علي معلول هو تصدر قائمة في عدد كبير من اللاعبين المميزين بالتحديد داخل القارة الأفريقية، وهو في الحقيقة استحق، يعني لاعب كبير جدا ومهم في الجانب الأيسر بالنسبة للنادي الأهلي. قبل ما أطلع الفاصل عايز، دي طبعا القائمة، دي القائمة الخاصة بأفضل اللاعبين داخل قارة أفريقيا ومتواجد فيها علي معلول ومتواجد فيها بعض اللاعبين المميزين. عايز أهني طبعا الهلال السعودي بفوزه ببطولة دوري أبطال آسيا بعد فوزه النهاردة على أراوا الياباني بنتيجة 2-0 هناك في ملعبهم بعد ما فاز في مباراة الذهاب 1-0 ومجموعة المباراتين 3-0، من لهم ألف مبروك. وهيشاركوا طبعا في كأس العالم للأندية في منتصف شهر ديسمبر المقبل. نادي الهلال السوداني السعودي بالتحديد في الحقيقة ليه عدد كبير جدا من الجماهير في الوطن العربي بشكل كامل، ونتمنى لهم دايما يا رب كل التوفيق. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل أخبارنا، يلا بينا. بالمناسبة بما أننا كنا بنتكلم على أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا وعلي معلول مرشح من نادي الأهلي، لكن عندنا نجمين مصريين سواء تريزيجيه أو محمد صلاح مرشحين ضمن قائمة مكونة من 30 لاعب كأفضل لاعب في أفريقيا بشكل عام. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، رغم الأقرب أعتقد هيكون ساديو ماني أو محرز، يعني أعتقد يعني، لكن هنشوف. نتمنى كل التوفيق للاعبتنا المصريين في الحقيقة. الاتحاد الأفريقي عدل في مواعيد مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا بداية من إمتى؟ من الجولة الرابعة. بالتالي ده بسبب مباراة السوبر الأفريقي اللي هتكون ما بين الزمالك والترجي فين؟ في قطر، تمام؟ فالتعديل حصل من خلال بداية من الجولة الرابعة، هيكون يوم 14 15 أو 16 فبراير بدل من يوم، بدل الأيام دي، بدل شهر فبراير هيتم تقديمه، هيبقى في شهر يناير 10 11 12 يناير، إحدى هذه الأيام يعني. المجموعة أو الدور الخامس أو الجولة الخامسة هتبقى بدل يوم 21 22 23 هتبقى يوم 24 او 25 او 26 يناير بدل فبراير. الجوله السادسه هتكون بدل يوم 6 او 7 او 8 مارس هتبقى 31 يناير او 1 و2 فبراير. ربع النهائي القرعه بتاعته هتبقى يوم 11 مارس، تمام، او هتبقى عفوا هتبقى يوم 9 فبراير بدل يوم 11 مارس. واول جوله أو مباراة الذهاب بالتحديد في الكوارتر فاينل الربع النهائي هتبقى إحدى أيام 28 أو 29 فبراير أو 1 مارس. يعني معدلين شوية كده في إيه جدول المباريات تحديد في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. فبالتالي إحنا أكيد هنا في مصر هيبقى في تعديلات في جدول الدوري كالعادة، المرة دي هيبقوا مجبرين في الحقيقة، لكن نتمنى أن الأمور تكون في نطاق تكافؤ الفرص أيضا، لازم مراعاة هذا الجانب لكل الأندية، مش بنتكلم عن النادي بعينه يعني. فهنشوف اتحاد الكرة هيتعامل مع التعديلات دي إزاي. عايز أروح سريعا لزميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي عشان نطمن على الفريق بعد وصوله للجونة. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي أمير، كل التحية ليك ولكل مشاهدي وكل جمهور النادي الأهلي. طمنا، الرحلة أخبارها إيه؟ الأجواء عندك ماشية إزاي؟ يمكن الحمد لله الامور كلها بالنسبه لفريق النادي الاهلي ماشيه بشكل طيب وبشكل مميز جدا، ابتداء من الاختيار الموفق النهارده يمكن او امس من مستر ريني فايلر ان يكون في تدريب على ملعب مختار ستيتش، وهو ملعب تدريب اخير ما يكونش في تدريب في الجونه. بالفعل يعني النهارده يمكن الساعه 11 صباحا كان التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي استعدادا للمواجهه الهامه مباراه الجونه. اطمنا بشكل عام امير، يمكن خلال الحاله المعنويه الحاله البدنيه لكل اللاعبين، كل اللعيبه الحمد لله جاهزه بشكل كبير جدا. الحماس الكبير اللي بنشوفه في التدريبات والمحاضرات المستمره وحديث اللاعبين مع بعض في كل تدريب زي ما بنقول بتدينا في ثقه كبيره جدا في اللعيبه، في حماس، في تارجت، في هدف ان شاء الله باذن الله، وهي مباراه الجونه ومنها لمباراه النجم الساحلي. النهارده التدريب فقرات تدريبيه متنوعه، لكن التكتيك النهارده يمكن كان غالب بشكل كبير جدا على المران. مستر ريني فايلر حاول بشكل كبير ان هو يوصل كل الفكر اللي درسه خلال الايام الماضيه من متابعات الفيديو لمباريات الجونه. عدد كبير ممكن ما يشاركش انت عارف امير بالنسبه لفريق الجونه في هذه المباراه، لكن كل الامور وارده بالنسبه للجهاز الفني في تحضيرات كثيره جدا، الكرات العرضيه كلها دور، الكروسات، الشوتنج، التمركزات، التغطيات العكسيه، كل الامور بيشتغل عليها بشكل كبير جدا اللاعبين والجهاز الفني. قائمه طبعا اختارها الجهاز الفني 22 لاعب، شريف اكرامي، الشناوي، علي لطفي، احمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، محمود وحيد، حسام عاشور، عمرو السوليه، اليوديان، وليد سليمان، احمد الشيخ، محمد مجدي هفشم، جونيور اجايين، رمضان صبحي، جيرالدو، حسين الشحات،
مروان محسن ووليد ازارو. عايز اكد لك يا امير على جاهزيه اليو ديانج، يعني كان ناس كتير جدا طبعا حابه ان هي تطمن عليه بشكل كبير، باكد لك على جاهزيته الفنيه والبدنيه للمباراه ان شاء الله، سواء الدفع بيه تبقى رؤيه فنيه كالعاده طبعا للجهاز الفني، او الحفاظ عليه لاخر فرصه، والدفاع بيه في الدفع بيه في مباراه النجم الساحلي. لكن بشكل عام الحمد لله الطياره كانت 4 عصرا 40 دقيقه وصلنا بالفعل الى الغردقه، ولسه يمكن من لحظات امير واصلين لفندق الاقامه، اللعيبه خلاص دخلت على العشاء ومنها ان شاء الله على الغرف مباشره. نستعد ان شاء الله بكل قوه لمباراه الجونه غدا اللي هتكون في تمام الساعه الخامسه. انا معاك يا امير لو في اي استفسار اتفضل يا امير. كريم، نسب مشاركه اجاييه واليو ديانج ورمضان صبحي من خلال قربك كده للفريق ممكن تكون قد ايه؟ عفوا يا امير ممكن تعيد السؤال تاني؟ نسب المشاركه بالنسبه لجونيور اجاييه واليو ديانج بعد الاصابات اللي كانت اخيره بالنسبه لهم، وكمان رمضان صبحي بعد الاجهاد اللي ممكن يكون بيعاني منه بعد بطوله الامم الافريقيه، النسب ممكن تكون قد ايه يعني بالنسبه للثلاثي ده بالتحديد؟ الخط قطع. هنحاول نجيب كريم مره تانية يا جماعه عشان نطمن بشكل اكبر. رغم ان في الحقيقه صعب ان انت تتكهن بتشكيل مستر ويلر في كل الاحوال بعد الفتره اللي شفناها للنادي الاهلي تحت قيادته في الحقيقه، لكن دايما بيبقى في معطيات كده. البعض دلوقتي بيتوقع ان رمضان ما يبتديش المباراه عشان لاعب ما شاء الله يعني بتاع حوالي 4-5 ماتشات في اسبوعين، فاكيد في اجهاد، رغم ان رمضان حريص جدا ان هو يكون متواجد، لكن طبعا الرؤيه الفنيه في الاخر بتبقى لمستر فايلر. اليو ديانج، جونر اجاييه، هل هيتم الدفع بيهم خصوصا ان اجاييه كان لسه راجع من اصابه في العضله الاماميه، اليو ديانج اصابه في العضله الضمه، برضه هم جاهزين خلاص طبقا اللي تم الاعلان عنه من قبل النادي الاهلي كابتن سعد عبد الحفيظ بالتحديد، لكن رؤيه الجهاز الطبي مع الجهاز الفني هل ينفع ندفع بيهم في المباراه دي ولا لا، لكن في العموم هنشوفه كلنا ثقه اكيد في الجهاز الفني واللاعبين ان شاء الله باذن الله يفوزوا في مباراه بكره. طيب نروح نشوف اخبار الاهلي في الصحف النهارده، يلا بينا. الاهرام، رمضان صبحي يعود للملاعب الاوروبيه ويرفض تجديد اعارته للاهلي، عروض من ايطاليا واسبانيا وانجلترا للاعب والجهاز الفني يحتفي به في المره. الأهرام المسائي، الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة رمضان، الإدارة ترفع العقد المالي إلى 90 مليونا لشراء اللاعب ومحاولات لحسم الصفقة مع هدرسفيلد بعد ظهور أودينيزي. الوفد، فايلر يجري تغييرات في تشكيلة الأحمر أمام الجونة، الأهلي يستفسر عن مفاوضات فلورنتينا لضم رمضان وثلاث عروض لاستعارة عمار. روزا اليوسف، الاهلي خايف من سعر رمضان بعد اولمبياتو. ماشي. المسا، الخطيب يهني الاولمبي باللقب الافريقي، رئيس الاهلي يحضر المران ويحفز اللاعبين على مواصله الانتصارات، الفريق يطير للجونه اليوم استعدادا لاستئناف مباريات الدوري. الجمهوريه، بعد شفاء اجاييه وديانج ارتياح في الاهلي. الوطن، فايلر يطلب عبد الرحمن مجدي وارتياح بعد عودة ديانج وأجاي، الفريق يطير إلى الجون عصرا، عودة ثلاثي الأولمبي وأزارو يقترب من قيادة الهجوم. المصري اليوم، فايلر يتحفظ على الدفع بديانج أمام الجونة رغم تماثله للشفاء. في الأخبار المسائي، الأهلي في الجونة، برنامج تدريبي خاص لثلاثي الأولمبي وديانج يتعافى من الإصابة. الدستور، الأهلي يسعى لضم العراقي وإم بي يطلب 3 لاعبين مقابل جلال. الأخبار كلها على رمضان صبحي في الحقيقة في الصحف، خلاص ده طبيعي، بس قبل ما نستفيض في الحديث عن هذه الأخبار نروح سريعا لكريم أحمد نرجع له مرة تانية. ويا كريم أهلا بيك مرة تانية، وكنت بسألك على نسب مشاركة الثلاثي بالتحديد اليو ديانج، جونيور أجاييه ورمضان صبحي في مباراة الغد. طبعا بنعتذر طبعا عن انقطاع الاتصال امير، لكن السؤال مهم جدا طبعا، الثلاثي زي ما بقول لك اطمنا عليه بدنيا وفنيا، لكن من الواضح ان يعني اليو ديانج ما نقدرش نقول ان عنده اصابه قويه في العضله الضمه، هي كانت نغزه بسيطه جدا، ومع التاهيل ومع الريكفري اللي اتعمل له خلال الايام الماضيه بدنيا وفنيا هو جاهز، لكن التحفظ اكيد مع اهميه مباراه النجم الساحلي ممكن نشوف اليو ديانج بياخد جزء من المباراه او ممكن يكون بيبدا في البدايه. طبعا دي رؤيه مستر ريني فايلر على نفس الموضوع بالنسبه لقضايا علي معلول،
الكل جاهز، لكن اهميه المباراه النجم الساحلي وكمان ربعها بشكل كبير جدا في التوقيت، ومباشره يكون النادي الاهلي متوجه من الجونه الى تونس، يعني ممكن يكون في تحفظ شويه على مشاركه اريو دانج بالتحديد، لكن اجاي وعلي معلول يعني من الواضح النهارده من خلال رؤيتنا للتدريب هيكون لهم دور كبير ان شاء الله باذن الله، بنتمنى ان يكونوا موفقين. اريو دانج، علي معلول، رمضان صبحي اللي عايز اختم معاك بيه يا امير، مدي طمانينه ومدي ارتياح كبير جدا للجهاز الفني مع المستوى الكبير، الشخصيه الكبيره القياديه رغم صغر سن رمضان صبحي، لكن الحقيقه يمكن كل اللعيبه اشادت بيه بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت، وتحديدا كمان في كاس الامم الافريقيه الاخير. رمضان ان شاء الله مع حرصه واصراره وروحه الكبيره القتاليه وحبه ليه للنادي الاهلي، انا باكد لك ان رمضان ان شاء الله هيكون متواجد في التشكيله الاساسيه بكره ان شاء الله لمباراه الجونه، اللي بنتمنى كل لعيبه تكون موفقه، مستر ريني بولر يكون موفق في الرؤيه، موفق في الاختيار العناصر اللي هتكون 11 لاعب ان شاء الله و11 راجل يكونوا متواجدين في مباراه الغد. يعني مباراه الجونه الاخيره اللي كانت هدف ناصر ماهر وكريم نزل كانت مباراه حماسيه ومباراه قويه جدا، مباراه الجونه بتكون ليها اهميه كبيره وكلها اولويات كبيره جدا، لان الملعب امير نقطه مهمه جدا حابين نتكلم عليها. بالظبط، ده اللي كنت عايز اسالك فيه في موضوع الملعب ده في الحقيقه كريم، هل في زياره من الجهاز الفني للملعب بمستر فايلر بالتحديد اول مره هيلعب على الملعب ده او هيشوف الملعب يعني؟ من الممكن يكون صباح الغد يا امير، لكن يعني مع معرفه الكابتن سيد والجهاز الفني بالكامل واللعيبه على الاجواء بالنسبه لملعب الجونه وليه طقس مناخي معين، الهواء شديد جدا جدا بالزبط. كمان في الايام اللي احنا متواجدين فيها في الغردقه، لكن اكيد هتبقى على النادي الاهلي وعلى نادي الجونه، بنتمنى النادي الاهلي يستغل العامل المناخي في هذه المباراه، وايضا ان شاء الله فنيا يكون موفق ويكون دارس بشكل كبير جدا كل نقاط القوه والضعف الفريق الجونه، وان شاء الله باذن الله امير يكون ثلاث نقاط مهمين يساعدوا النادي الاهلي معنويا بشكل كبير جدا في البطوله الافريقيه، منها ان شاء الله في مباراه النجم الساحلي اللي باذن الله ان شاء الله عندنا تفاؤل كبير وعندنا ثقه كبيره ان احنا نعود بنتيجه ايجابيه ان شاء الله من تونس. ثاني احنا عايزين باذن الله نتيجه ايجابيه وهي الفوز سواء في مباراه بكره او مباراه النجم الساحلي باذن الله يا كريم، وانت هتكون مرافق اكيد للبعثه مع للبعثه في تونس صح؟ خط قطع، اكيد كريم هيكون مرافق للبعثه في تونس وهنتواصل معاه دايما عشان نعرف كل الاخبار، بس عايزين نركز في مباراه الجونه بكره باذن الله الاول، وبعد كده نتفرغ في الحديث عن مباراه النجم الساحلي، هذه مباراه الهامه جدا طبعا قمه افريقيه في كل الاحوال. نرجع بقى ايه للاخبار اللي كتبت على الاهلي في الصحف النهارده، وعندنا مثلا بتاع ايه حوالي اربع اخبار كلهم بيتكلموا على رمضان صبحي، وحضرتكم لو متابعينا على مدار الايام اللي فاتت احنا كل يوم بنتكلم عن رمضان صبحي غصب عننا لان الاخبار كلها بتتكلم عن رمضان صبحي. طيب خلينا نتفق على حاجه، ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني بص يا بيبو امشي معايا كده هتلاقي الاهرام والاهرام المسائي والوفد الروز اليوسف الاربعه بيتكلموا عن رمضان صبحي، هو ما شاء الله رمضان هو نجم الموسم ده في الحقيقه، البدايه والاروع على النادي الاهلي وبدايه ما شاء الله مش بدايه بقى يعني استكمال مشوار المنتخب الاولمبي في البطوله كلها، احسن لعيب في البطوله، عمل بطوله كبيره وعمل مباريات واهداف كويسه مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت يعني، فطبيعي الحديث هيكون على رمضان، ليه اكتر كمان هيكون موجود على رمضان الحديث؟ لان الراجل عقد الاعاره بتاعه مع النادي الاهلي هيخلص اخر الموسم. طيب في نقطه توضيحيه، لان البعض يقول لك ايه اصل رمضان رافض ان هو يكمل مع النادي الاهلي وعايز يرجع اوروبا، ده على فكره حق مشروع لاي لاعب. طيب النقطه الثانيه ان النادي الاهلي فلوس هتواجهه كتير وكلام من ده. طيب عشان نوضح القصه ثاني، الاهلي هيحاول بكل قوه التعاقد بشكل نهائي مع رمضان صبحي، تمام؟ هيحاول ما فيهاش نقاش. الموضوع على الجانب المادي هل هيبقى عائق بالنسبه للنادي الاهلي؟ لا ان شاء الله ما فيش اي عائق خالص. طيب النادي الاهلي بيبص للانديه وبيسال، زي مثلا جورنان ايه النهارده بيقول لك الوفد بيقول لك الاهلي بيستفسر عن عرض او مفاوضات فورنتينا لضم رمضان صبحي، هو الاهلي ماله؟ الاهلي عمره ما هيستفسر عن حاجه زي كده، الاهلي عارف هو عايز ايه، هو عايز اللاعب. طيب طموح اللاعب هيكون ايه؟ هي دي النقطه الاهم، هل اللاعب بيرغب في استكمال مشواره في اوروبا ولا هيكمل مع النادي الاهلي؟ هل ده التوقيت المناسب اللي كان فيه على رمضان صبحي خصوصا في ظل مباريات كتير جدا للنادي الاهلي خلال الفتره الحاليه؟ هو ممكن يكون توقيت مناسب بالنسبه للصحفيين، لكن هو مش توقيت مناسب في صالح الفريق الاول في الحقيقه، لان المباريات كلها مهمه في ثلاث بطولات، الدوري وكاس وافريقيا، فرمضان مكمل لاخر الموسم مع النادي الاهلي، وبعد كده هنشوف الامور هتمشي ازاي. الاهلي بدا مفاوضات او ما بداش، دي حاجات بتبقى سريه جدا داخل النادي الاهلي، هنعرف هل الاهلي تواصل مع هدرسفيلد اللي بيمتلك عقد اللاعب، ودي نقطه مهمه قوي، نقطه مهمه جدا، لان ممكن يقول لك اصل الاهلي استغنى عن رمضان صبحي، الاهلي فرط في رمضان، لا، اللي بيمتلك عقد اللاعب مين؟ هدرسفيلد. انت هتتفاوض مع مين؟ مع هدرسفيلد. المفاوضات ممكن تنجح، ممكن تنجح، ممكن تفشل، وارد ان هي تفشل، لكن هيبقى في مفاوضات، هيبقى في مفاوضات من النادي الاهلي ده مؤكد عشان تشتري رمضان صبحي،
التوقيت ده يعرفه بس المسؤولين في النادي الاهلي. يعني انا بتكلم على توقيت مفاوضات رسميه، ده مهم قوي. فهنفضل على مدار الايام الجايه برضو بنتكلم على نفس القضيه، رمضان صبحي. طيب نروح للجمهوريه. بعد شفاء اجاي وديانج ارتياح في الاهلي، طبعا في ارتياح، انت يعني للاسف قابلك سوء حظ كبير جدا في ظل عوده محمد محمود وجاهزيته للمباريات، بيتصاب تاني اصابه كبيره زي الرباط الصليبي المره الثانيه على التوالي، وكمان حمدي فتحي لاعب مهم جدا في خطط مستر ريني فايلر، جه بعديهم اليو ديانج واجاي، بس الحمد لله في ارتياح اكيد بسبب عوده الاثنين لعيبه دول بالتحديد بعد الاصابات المختلفه تعرضوا ليها سواء اليو ديانج او جونر اجاي، وبيدعموا صفوف النادي الاهلي بدايه من مباراه الغد. الدفع بيهم ده هيكون على حسب طبعا رؤيه الجهاز الفني، وفي الحقيقه الجهاز الفني بيرغب في ان يكون عنده اكبر كم ممكن من اللاعبين الجاهزين عشان يبقى في اختيارات متاحه بالنسبه له، يلاعب مين، الخطط تبقى ماشيه ازاي، كلها امور مهمه جدا بالنسبه للجهاز الفني. فان شاء الله باذن الله يعود كل لاعب تلو الاخر، بالتحديد كمان هيرجع لنا الفتره الجايه متولي وكريم نيدفيد، وان شاء الله يكونوا اضافه لصفوف الفريق ده بعد عوده كمان سعد سمير. طيب نروح للوطن، وبعد تالق طبعا عدد كبير جدا من لاعبي المنتخب الاولمبي، فهتلاقي بقى ايه اساميهم بترتبط بالانديه الكبيره طبعا زي النادي الاهلي مثلا، وطبعا عبد الرحمن مجدي موجود في نادي كبير ايضا نادي الاسماعيلي يعني في الحقيقه. فبيقول لك فايلر يطلب عبد الرحمن مجدي، اللاعب عمل في الحقيقه بطوله كبيره جدا ومميزه، لكن لغايه دلوقتي فعلا فعلا يا جماعه ما حصلش اي طلبات او ما فيش اي طلبات قدمها مستر فايلر للناس في النادي الاهلي. ممكن يكون هو عنده خلاص انطباعات معينه عن اللاعبين ممكن يبقوا في خططه في شهر يناير او بدايه الموسم، وخليك فاكر الاهلي هيتعاقد مع اثنين بس في شهر يناير، وهيرحل اثنين من النادي الاهلي، اكتر من كده لا. لو عبد الرحمن مجدي في الصوره ما اعتقدش انه هيكون في شهر يناير، ممكن يكون مع نهايه الموسم، وطبعا حسب مفاوضات مع نادي كبير بحجم النادي الاسماعيلي. طيب اتكلمنا في كل التفاصيل الاخرى، ازارو يقترب من قياده الهجوم، ده بنسبه كبيره ممكن يكون ازارو مهاجم النادي الاهلي في مباراه الغد. طيب المصري اليوم بتتطرق لموضوع ديانج هيلعب ولا مش هيلعب، وتقول ان فايلر يتحفظ على الدفع بديانج امام الجونه رغم تماثله للشفاء. النسبه الاكبر يا جماعه ان ديانج مش هيبتدي المباراه، ممكن يكون متواجد على مقاعد البدلاء. بالمناسبه ال 22 لعيب اللي موجودين دول اللي هيسافروا لتونس يعني بره على طول ان شاء الله، الا اذا لا قدر الله حد تعرض لاصابه فهيرجع على القاهره، ان شاء الله ما حدش يتعرض لاصابات لان محتاجين الكل في مباراه النجم ان شاء الله باذن الله. نروح للدستور نفس الموضوع كده، قال لك الاهلي يسعى لضم العراقي، كريم العراقي عمل بطوله كويسه مع المنتخب الاولمبي، لكن مش في دماغ النادي الاهلي خالص كريم العراقي في الفتره الحاليه، على الاقل في الفتره الحاليه يعني. وانبي يطلب ثلاث لاعبين مقابل اسامه جلال، اسامه جلال من اللعيبه برده اللي اسمه مرتبط بالنادي الاهلي وهو لعيب كويس جدا بصراحه، لكن هل ممكن يبقى في يناير ولا في الصيف؟ هل ممكن يكون اصلا في قرار نهائي بخصوص اسامه جلال ولا لا؟ لسه مفيش اي قرارات نهائيه، ودي حقيقه، واحنا ما هنقول هنا ان في قرار نهائي هيبقى في قرار نهائي، طبعا مفيش قرارات نهائيه، دي طبقا للمعلومات اللي احنا عارفينها من النادي نفسه يعني. دايما احنا بنبقى حريصين ان احنا نتكلم في الاتجاه الرسمي دايما، لان احنا منبر اعلامي رسمي للنادي الاهلي، ولازم اكد على الجزئيه دي مرارا وتكرارا لان البعض بيبقى متشوق لموضوع الصفقات، لكن اطمنوا بشكل عام كده صفقات هتبقى مرضيه قوي، صفقتين هيكونوا مميزين جدا في النادي الاهلي في شهر يناير باذن الله. طيب اخبار الاهلي في المواقع نشوفها، يلا الوطن سبورت، رمضان صبحي يرفض الراحه ويطلب المشاركه امام الجونه. مبتدا خاص فايلر يدرس تعديل مركز الشحات. اليوم السابع فايلر يبلغ الاهلي برفض رحيل احمد الشيخ في الشتاء. 1-3 فايلر يطلب ضم نجم المنتخب الاولمبي. طيب الوطن سبورت بتقول ان رمضان صبحي حريص جدا على المشاركه في مباراه الجونه، وان هو مش عايز يريح يعني ويلعب المباراه دي. اكيد كان في كلام ما بينه وما بين مستر فايلر، هنشوف هيبان بكره في المباراه هل رمضان هيبتدي المباراه ولا هيكون متواجد على مقاعد البدلاء تحسبا لمجريات الامور يعني على مدار المباراه، هل هيتم اراحته عشان مباراه النجم الساحلي، مع وضع في الاعتبار ان مباراه الجونه لا تقل اهميه اطلاقا عن مباراه النجم الساحلي، مباراه مهمه قوي في ملعب الجونه بتبقى صعبه جدا جدا، فبالتالي هنشوف القرارات خاصه بمستر فايلر هنعرفها باذن الله بكره. الواحد سعيد ان الاهلي هيلعب بكره والله،
يعني احنا مفتقدين الاهلي بقالنا فتره، فالواحد سعيد يعني في الحقيقه. نروح للمبتدا. الفتره اللي فاتت كانت ممله قوي من فتره التوقف الدولي. فايلر يدرس تعديل مركز الشحات. طبقا للمكتوب في الخبر ان مستر فايلر بيفكر ان حسين الشحات يلعب في نص الملعب مكان مين؟ مكان حمدي فتحي عشان الواجبات الهجوميه وكل هذه الامور. يعني مش عارف يعني هنشوف مستر فايلر تفكيره هيبقى ايه. كلها بتبقى اجتهادات خصوصا مع مدير فني زي مستر فايلر. كنا على مدار الست ماتشات اللي لعبهم مستر فايلر بشكل رسمي على النادي الاهلي كنا نتوقع التشكيل للنادي الاهلي، لكن بنسبه 90% ما كانش بيبقى هو التشكيل. الراجل ليه دماغ مختلفه، الراجل ليه اسلوب معين في اداره المباريات، في الدفع باللاعبين وتوقيت الدفع بهم. فما مفاجات وارده جدا مع مستر فايلر في الحقيقه. وارد ممكن نلاقي حسين الشحات بيلعب في نص الملعب يعني. اليوم السابع لسه الاهلي والله ما او فايلر ما ابلغش الاهلي باي حاجه يعني، لكن بيقولوا ان فايلر بيبلغ الاهلي برفض رحيل احمد الشيخ في الشتاء. احمد الشيخ موجود في خطه النادي الاهلي ليه؟ لان هو لاعب مقيد محليا ومقيد افريقيا، فاي لاعب مقيد افريقيا هيبقى في خطتك لازم. مع الاعتراف طبعا بمهاره احمد الشيخ وامكانياته الكبيره في الحقيقه، وان شاء الله يستغل الفرص اللي ممكن تيجي له خلال الفتره اللي جايه. هم كاتبين طبقا للخبر يعني ان الراجل مقتنع قوي باحمد الشيخ وهو لعيب كويس قوي في الحقيقه، لكن سبب عدم الدفع بيه خلال الفتره اللي فاتت هو تالق حسين الشحات اللي بيلعب في مكان احمد الشيخ، او رمضان صبحي اللي ممكن ايضا احمد الشيخ يلعب في مكانه يعني. لكن تالق الاثنين دول بالتحديد فما فيش فرص للاعيبه الثانيه، لكن في قناعه بامكانيات اللاعب. طبعا احمد الشيخ لعيب كبير وهنشوف الامور هتمشي ازاي، لكن هو اكيد مكمل لنهايه الموسم مع النادي الاهلي. 1-3 بتتكلم برضه عن موضوع عبد الرحمن مجدي، بيقول لك فايلر يطلب ضم نجم المنتخب الاولمبي مع عبد الرحمن مجدي. الاخبار دي بتعتادوا عليها بعد تالق اي لاعب مع المنتخبات في الحقيقه، لان دايما اسم النادي الاهلي بيرتبط باللاعبين المميزين، او اللاعبين المميزين اسمهم دايما بيرتبط بكيان كبير زي النادي الاهلي، لكن مش في يناير يعني على اقل تقدير يعني. ماشي نروح للاخبار العالميه والمحليه. يلا البابا سبورت، البدري يستقر على ضم 7 لاعبين من نجوم المنتخب الاولمبي. سوبر كوره، اتحاد الكوره بصدد عقد جلسه لتجديد عقد الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي. الوفد 310,000 جنيه مكافاه لكل لاعب المنتخب الاولمبي بعد التتويج ببطوله افريقيا. 1-3 الجنايني يحدد راتب شوقي غريب. الوطن المسابقات مباريات الكأس أول ديسمبر والأمن بريء من توجيه القرعة. الشروق صلاح وتريزيجيه مرشحان لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا. الشروق إنجاز تاريخي، 3 أندية عربية تتأهل لمونديال الأندية. الأهرام، مدرب ليفربول يحدد موقف محمد صلاح أمام نابولي. مبتدا، ليفربول يهنئ الثلاثي الأفريقي. نبتدي بالبوابة سبورت واللي بتقول إن الكابتن حسام البدري يستقر على ضم 7 لاعبين من نجوم المنتخب الأولمبي. 7 مين؟ طبقا المكتوب يعني في الخبر ده، أسامة جلال، عمار حمدي، عبد الرحمن مجدي، مصطفى محمد، رمضان صبحي، كريم العراقي، أكرم توفيق. في الحقيقة بصراحة يعني المنتخب الأول أو المفروض المنتخب الأولمبي يعني لازم هو اللي يتم تدعيمه ببعض العناصر في المنتخب الأول، مش العكس يعني. مش المنتخب الأول بالقائمة اللي احنا شفناها في الآخر دي، لا، القائمة دي تختار منهم 6-7 لاعبين وتحطهم مع لعيب المنتخب الاولمبي بعد الانجاز الكبير اللي هم حققوه في الحقيقه وبعد الاداء والروح القتاليه العاليه في الملعب. لكن في كل الاحوال اكيد الاسماء دي مميزه جدا، واكيد شكل المنتخب الاول هيتغير مع الكابتن حسام البدري بعد عوده مثلا بعض المحترفين اللي كانوا غايبين خلال الفتره اللي فاتت وانضمام لاعبي المنتخب الاولمبي. وفي الحقيقه كلهم لاعبين مميزين، نتمنى له كل التوفيق خلال الفتره الجايه باذن الله كابتن حسام البدري وجهازه المعاون. نروح لسوبر كوره، اتحاد الكرة بصدد عقد جلسة لتجديد عقد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي. الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي عقده انتهى بنهاية البطولة، وده نص العقد القديم يعني مع نهاية بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ينتهي عقد الجهاز المنتخب الأولمبي قيادة الكابتن شوقي غريب. أكيد هيتم تجديد العقد خلال الفترة الجاية، وهيكون في اجتماع
بالنسبه لاتحاد الكره، سواء كلجنه خماسيه او كمان اجتماع مع كابتن شوقي غريب لتحديد كل هذه الامور. نروح للوفد، قلت اتكلم يعني ان كل لعيب خد كام وكلام من ده. بعد البطوله هم يستاهلوا اي حاجه، طبعا في الراحه الشعب المصري يستاهلوا اي حاجه. 310,000 جنيه مكافأة لكل لاعب بالمنتخب، كانوا عبارة عن إيه؟ عبارة عن 60,000 جنيه بعد نهاية الدور المجموعات، و100,000 جنيه بعد التأهل للأولمبياد بشكل رسمي، و150,000 جنيه بعد التتويج باللقب. يستاهلوا يستاهلوا كل حاجة طبعا. 1-3 بتتطرق لراتب الكابتن شوقي غريب، وإن الجناين يحدد الراتب خلاص في العقد الجديد، وبيقولوا الراتب ممكن يصل ل 500,000 جنيه للكابتن شوقي غريب. ماشي. الوطن سبورت، ما بحبش انا اتكلم في الجوانب الماديه دي لان دي بتبقى حاجه في الحقيقه يعني خاصه بكل واحد، لكن اخبار لازم نقولها لحضراتكم يعني. طيب نروح للوطن. الوطن بتقول المسابقات مباريات الكاس اول ديسمبر والامن بريء من توجيه القرعه. دي كانت تصريحات لحسام اللزناتي مدير لجنه المسابقات او رئيس لجنه المسابقات الاتحاد المصري لكره القدم، واللي قال ايه؟ قال ان دور 32 هيتلعب في اول ديسمبر تمام، وبكره هنعلن على مواعيد المباريات بالظبط. وقال كمان بخصوص ان توجيه القرعه وكلام من ده مش عشان الامن، مش عشان الجوانب الامنيه، احنا وجهنا القرعه ان الاهلي يبقى في طريق والزمالك في طريق، علشان ده بطل الدوري وده بطل الكاس، فاحنا طبيعي جدا ان ما نخليهمش يبقى في صدام ما بينهم في اول البطوله. بالمناسبه خليني اقول لحضراتكم الخريطه بتاعه بطوله كاس مصر، يعني بالنسبه للاهلي بالتحديد وده اللي يهمنا. الاهلي هيلاعب بني سويف، لو كسب هيلاعب انبي او الترسانه الكسبان منهم يعني، وفي طريقه في ايه؟ ابو قير او الانتاج الحربي وحرس الحدود، ده هيلعبوا بعض. الانتاج الحربي هيلعب ابو قير الاسمده، وحرس الحدود هيلعب بتروجيت، واللي هيكسب منهم هيقابل الكسبان من الاهلي. يعني الاهلي في طريقه عدد من الانديه، والزمالك في حته ثانيه مع بيراميدز والاسماعيلي. احنا ابرز الانديه اللي معانا مثلا ايه؟ المصري، المقاولين، الدوري الممتاز يعني، الاتحاد، بتروجيت وحرس الحدود. بتروجيت درجه ثانيه دلوقتي. فان شاء الله نتمنى النادي الاهلي يكون موفق يعني. دي كانت تصريحات حسام اللزناتي رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم. طيب نروح للاهرام. هو مستر يورجن كلوب بعد الفوز امبارح على كريستال بالاس، ومحمد صلاح كان هيشارك في المباراه امبارح، لكن يعني هو نازل الملعب، فيرمينيو جاب هدف الفوز، فبالتالي كلوب فضل راحته يعني، واحنا عارفين ان هو كان عنده اصابه بعد مباراه مانشستر سيتي. فبالتالي اتسال يورجن كلوب على مشاركه محمد صلاح في مباراه نابولي في دوري ابطال اوروبا، اعتقد المباراه هتبقى يوم الاربعاء. قال ان محمد صلاح جاهز للمشاركه المباراه بشكل كامل يعني، واكيد ممكن يكون اساسي في المباراه دي. في المقابل كمان ليفربول بيهنئ الثلاثي الافريقي صلاح ونابي كيتا وساديو ماني بعد ترشحهم لجائزه افضل لاعب داخل القاره الافريقيه او كافضل لاعب افريقي خلال الموسم المنقضي، والتهنئه دي كانت من خلال حساب ليفربول الرسمي على تويتر. دي كانت بعض الاخبار المحليه والعالميه. بعد فاصل هيكون معانا ضيفنا العزيز الاستاذ محمد السيد الناقد الرياضي بالاهرام، ونستفيض في الحديث عن بعض الامور. استنونا. استاذ محمد السيد الناقد الرياضي بالاخبار المسائي ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. يا استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بيك يا امير، واهلا بكل المشاهدين. اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. تمام الحمد لله. عندنا امور كتير جدا هنتكلم فيها، نبتدي بالمنتخب الاولمبي والانجاز الكبير اللي حصل، ولازم ندي للناس دي حقها، وهنتكلم في الاخر طبعا نادي الاهلي ومباراه الغد. شفت الانجاز ده ازاي؟ رأيك إيه؟ احنا مش هنختلف كتير عن اللي شافه الجمهور والاحساس اللي وصل لنا كلنا بحاله الالتفاف اللي حصلت بالتدريج مع المنتخب ده. كويس. حتى اطلق عليه منتخب الرجاله. يعني الناس بعيدا عن الفنيات، الناس حست باصرار اللعيبه وبجهدهم وباصرارهم على الفوز بالبطوله دي واسعاد الجمهور المصري والشعب المصري. يمكن البدايه، يمكن شفنا الجمهور حتى في البدايه كان في اقبال متوسط على البطوله في الافتتاح. يمكن ما شفناش الاقبال الكبير جدا، ولكن مع العروض اللي اتقدمت من المنتخب طبعا الجهاز الفني واللعيبه كنا شايفين حاله جميله جدا الكل اجمع عليها. يعني حتى المشجع العادي كان بيشوف الاصرار ده التف حوالين المنتخب. صح. بقى في خلاص احنا دلوقتي كلنا مهتمين بالبطوله دي، مهتمين بالمنتخب ده، مهتمين بالحلم ده وبالانجاز ده اللي احنا نحققه ونوصل طوكيو. مع ان احنا في البدايه او قبل البطوله ما كانش فيه اهتمام قوي بالبطوله، حتى ما كانش فيه اهتمام اعلامي بيها، ما كناش بنتكلم كتير، الناس في الشارع ما كانتش حاسه بيها قوي بصوره كبيره،
ولكن اللي حصل ده طبعا تحيه كبيره جدا للجهاز الفني، تحيه كبيره جدا للعيبه، وروح الاسره اللي حصلت في المنتخب ده في المعسكر ده، دي رساله ورساله مهمه جدا لكل اللعيبه ولكل المنتخبات في كل الاعمار، ان مش الفنيات كل حاجه، لا احنا طبعا الفنيات طبعًا مهمه، اللعيبه امكانياتها الفنيه الكلام ده كله، ولكن بقى اللي احنا بندور عليه او اللي الجمهور بيحبه ان لما يكون في فنيات وفي نفس الوقت انت عندك الاصرار وتوصل ده لجمهورك، ان انت بتقاتل لحد اخر دقيقه، ان انت يعني عندك اصرار ان انت تكسب، عندك اصرار ان انت تفرحهم، بتلعب برجوله زي ما بيتقال، بتلعب بروح زي ما بيتقال لحد اخر ثانيه ولحد اخر دقيقه. يمكن طبعا مجموعه اللعيبه كلها التحيه ليها طبعا، ولكن طبعاً المجموعه اللي كانت بتلعب، المجموعه الاساسيه على راسهم طبعا الكابتن اللي قدم نفسه بصوره جديده، رمضان صبحي في البطوله دي كقائد فعلا، كقائد وبيلم اللعيبه فعلا، كان في روح. اللي احنا كنا بنشوف اللعيبه اللي ما بتلعبش بتفرح قبل اللي في الملعب، صح، كنا بنشوف اللي مش مشاركين اساسا في البطوله، يمكن شفنا طاهر اتصاب قبل البطوله، محمود مرعي اتصاب قبل البطوله، كريم نيدفيد كان مصاب، محمد محمود اتصاب، ولكن الناس دي كانت برضو متجمعه في المعسكر. يمكن طاهر ما سابش المعسكر، يمكن محمود مرعي ما سابش المعسكر، محمد محمود بعد ما خلص عمليته جه انضم للمعسكر وقعد مع زمايله. اللعيبه اللي ما بتلعبش بره بتآزر زمايلها، الروح دي احنا كنا مفتقدينها، الروح دي الناس كانت بتدور عليها. يمكن حتى المقارنه حصلت ما بين المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول طبعا، واللي شفناه في كاس الامم للكبار، والمقارنه باللي حصلت في البطوله دي. لا احنا لو كان عندنا الروح ده والاصرار ده في بطوله كاس الامم الافريقيه اللي اقيمت في مصر، كنا ممكن نحقق اللي احنا برضه عايزينه بجزء او بالاصرار اللي احنا شفناه ده وبالروح اللي احنا شفناها دي. يمكن ده اللي احنا بنقول طلعنا بيه من البطوله. احنا طبعا تنظيم طبعا جيد، احنا عملنا البطوله الكبيره طبعًا على اعلى مستوى. صح. فلما نيجي نتكلم في بطولة أصغر سنا، بطولة أقل عدد منتخبات، 8 منتخبات بتقام في مدينة واحدة على استادين، فطبعا احنا مش هنتكلم في التنظيم، لأن التنظيم طبعا احنا يعني عملناه وعايز أقول بكل سهولة، يعني احنا طبعا قادرين ان احنا ننظم بكل سهولة ان احنا نطلع البطولة بالشكل اللائق وبالشكل اللي احنا شفناه. الأجمل التدرج بتاع المستوى والتدرج بتاع الحضور الجماهيري. يمكن في الآخر احنا كنا بنشوف ناس كتير جدا عايزة تروح، صح، الروح دي ما شفناهاش او الاحساس ده او الرغبه دي ما شفناهاش من زمان. يعني انا قبل المباراه النهائيه بيوم، لا الناس بتدور على تذاكر، الناس عايزه تذاكر، الناس عايزه تروح. المباراه قبل النهائي ناس بره الاستاد عايزه تخش ومعاها تذاكر وما عرفتش والملعب مليان. فطبعا لا دي لوحه جميله جدا، يمكن بتعيد شويه تاني لينا الامل ان احنا في اللي جاي المنتخب ده نواه، ونواه مهمه جدا. وانا عايز اتكلم يعني هنا من خلالك نقول يعني ارفعوا ايديكم شويه عن المنتخب ده وعن اللعيبه دي، وبلاش ان احنا نقعد نتكلم عن مين كبير هيبقى موجود مين صغير هيبقى موجود. طب ده لف كويس جدا انت فتحته في الحقيقه، ونتكلم فيه باستفاضه بقى. موضوع ان لا الناس اللي موجوده دي حقهم ان هم يلعبوا البطوله، طب ولا نضم ثلاثه من اللعيبه الكبار، طب كان لائحه البطوله ولا الدنيا تمشي ازاي، انت رايك ايه؟ انا رايي ان احنا لسه البطوله في شهر 6 السنه اللي جايه، يعني انت مش ضامن مين اللي هيكون موجود ساعتها يعني بحالته الفنيه. المجموعه اللي موجوده دي او اللي لعبت دي مين منها هيبقى موجود في نفس مستوى المجموعه، نفس مستوى لان في جهاز فني وفي مدير. الموضوع مش تعاطفي يعني، الموضوع لا مش عشان الناس تكام دلوقتي، مش لا مجرد اسم يستحق ان انا هات فلان عشان اسمه وحطه معاه البطوله وتعبوا في البطوله لازم يبقوا موجودين. لا انت مش عارف مستواه هيبقى ساعتها، احنا برضه عشان يا رب كلهم مستواهم كويس في التوقيت ده يعني، ويحققوا ان هم يشاركوا في البطوله، لكن في كل الاحوال احنا لسه مش ضامنين الدنيا. عشان ما نغفلش دور برضه كابتن شقه غريب، في مدير فني بالظبط، احنا برضه الراجل انا بشوفه في تصريحاته من بعد البطوله هو زعلان. ليه؟ بيتكلم ان انتوا عمالين تقولوا لي في اسامي وبتحددوا لي في اسامي وواحد يقول لي خد وواحد يقول لي ما تاخدش لا هو ليه قرار طبعًا الاول طبعًا والاخير طبعًا. هو لو شاف في الوقت اللي هيبقى فيه او المعسكر الاخير اللي هيبقى فيه 8 شهور تقريبا الوقت اللي هيبقى فيه، لو شاف ان هو هيبقى في حاجه ان هو لمجموعه او للاعب او 2 أو 3 من الكبار حسب ما بتسمح اللائحه 3 لاعبين، لو شاف ان هو هيبقى في احتياج طبعا ليه مطلق الحريه وليه مطلق الصلاحيه ان هو يكون موجود طبعا يضم اللعيبه دي. لو شاف ان هو هيقدر بالمجموعه دي يحقق، لان انا برضه عجبني تصريح او عجبني رغبه او شعور عام في المنتخب ده، احنا عايزين نروح نجيب ميداليه. ما هي دي برضه نقطه مهمه، احنا رايحين نجيب ميداليه ولا رايحين نكرم اللي وصلوا للاولمبياد؟ لا هو مش تكريم، بص يا جماعه هو احنا بنتكلم بصراحه، الهدف ايه؟ انا اللي انا شايفه في الاصرار حاله الاصرار دي بعد البطوله مباشره، الكلام احنا عايزين نروح نجيب ميداليه. حلو، مجموعه اللعيبه والجهاز الفني. انا لو عايز اروح اجيب ميداليه تمام
هفكر في ان دول اللي لعبوا ولا هفكر في مين اللي هيقدر يساعدني ادعمه مع المنتخب ده؟ مع قرار الجهاز الفني لو شايف ان هو يبقى في حاجه هيجيب لاعب او هيجيب اثنين او هيجيب ثلاثه في المراكز اللي هو يحددها في المراكز اللي هو يختارها. لان احنا لو سردنا اسامي واتكلمنا على اسامي المنتخب ده ناقص لعيبه كتيره جدا ولعيبه مؤثره جدا. يعني العلم اللعيبه اللي ما كانتش موجوده لما بنتكلم عن كريم نيدفيد بنتكلم عن محمد محمود طاهر محمد طاهر ناصر ماهر ناصر ماهر محمود مرعي انت بتتكلم على خمس لعيبه اساسيين في المنتخب ده وكان الاعتماد عليهم بصوره كبيره جدا من الكابتن شوقي غريب قبل البطوله وفي المباريات التجريبيه. فيعني انت بكون ان انت تظهر بالشكل ده وتحقق البطوله بدون الخمس لاعبين الاساسيين دول ده شيء كويس. فما بالك لما يرجعوا الخمسه دول وهيبقى قدام الكابتن شوقي اختيارات كمان من اللعيبه الكبار مين برده من مستوى. انا ممكن دلوقتي احط لك ثلاث اسامي اي واحد دلوقتي هيقعد هيحط لك ثلاث اسامي من اللعيبه الكبار ممكن يبقوا في مستواه ساعتها حسب الاهواء بقى حسب الحب انا بحب اللعيب ده وانا ما بحبش اللعيب ده. لا هي مش كده مش هتمشي كده صح. هتمشي ان انا في الوقت ده انا محتاج ايه في الوقت ده انا طموحي ايه وهدفي ايه من البطوله المركز اللي انا محتاج فيه تدعيم ايه. يعني في ناس بتتكلم عن حراسه مرمى في ناس بتتكلم عن دفاع في ناس بتتكلم عن نص ملعب في ناس بتتكلم عن قيمه محمد صلاح مع احترام لمحمد صلاح وكل الاسامي اللي موجوده في المنتخب الاول ولكن الحاجه ساعتها للعيبه دي يا ريت نسيبها ما نتكلمش فيها دلوقتي ندي للجهاز الفني بس ندي للعيبه دي حقها في الوقت الحالي نفرح معاهم ان هم حققوا حاجه كويسه طبعا. عملوا انجاز احنا اول مره بنكسب البطوله بنوصل اولمبياد وبنكسب البطوله وبنشوف ان اللعيبه دي ما اكتفتش كمان بالوصول يعني كان ممكن المعسكر يفك يعني بلغه الكوره نتكلم ان انا حققت الهدف بتاعي ان انا وصلت الاولمبياد كان ممكن المباراه النهائيه كان يبقى الموضوع لا احنا شفنا نفس الاصرار فاكك قصدك الفرقه بتفك او المعسكر بيفك بيحتفلوا فرحانين بالصعود وحقهم على فكره ان هم يحتفلوا بالصعود ان الهدف من البطوله دي ان انت تصعد ولكن هم ما اكتفوش بكده لا احنا عايزين نصعد وعايزين نكسب البطوله على ارضنا علشان ما يتقالش ان في نفس السنه منتخب مصر الكبير خسر البطوله على ارضه ومنتخب تحت 23 خسر البطوله على ارضه لا هم كانوا باصين لاسم مصر برده حته ان انا الجهاز الفني برضو والحته النفسيه مع اللعيبه انا شايفه ان هي فرقت كويس التعامل النفسي يعني كابتن شوقي غريب من الناس اللي بتتعامل نفسيا مع اللعيبه كويس كان في حب بينه وبين اللعيبه واضح كان واضح كان واضح جدا الجانب النفسي ده مهم جدا حته زرع برضو روح الوطنيه ان انا اللي كنا بنشوفه وكنا بنتكلم عنه ايام الكابتن حسن شحاته والجهاز الفني اللي كان موجود فيه كابتن شوقي غريب حته ان انا اشغل الاغاني الوطنيه في المعسكر صح. وانا رايح الاستاد النشيد الوطني الكلام ده كله مع الجمهور لا بيعمل حاله كويسه بتبسط الجمهور بتحسس الجمهور ان اللي موجود في الملعب ده او ان اللعيبه دي قلبها على قلب التيشيرت اللي هي لابساه جديره ان هي تمثل منتخب مصر جديره ان هي تحمل امال الجمهور اللي موجود ده كله لذلك الجمهور ما بخلش عليهم صح. لحد الاخر وده اللي بقول لك عليه الترمومتر بقى يعني الترمومتر يمكن احنا اتصادفنا فيه كان مباراتين منتخب اول ومنتخب اولمبي كانوا ورا بعض شفنا الجمهور مش عايز اقول ما كانش مهتم او مش فارق معاه بايه بالظبط المنتخب الاول المنتخب الاول ما فيش حاله الالتفاف بقى ده اللي بنتكلم عليها بقى ما فيش حاله الاهتمام اصلا عارف ان المنتخب ده لا اللعيبه دي لا مش ما بيقدموش اللي انا عايزه ما بيعرقوش ما بيموتوش نفسهم على التيشيرت اللي هم لابسينه. في المقابل اليوم الثاني لا بنلاقي الناس كلها ورا المنتخب الاولمبي، الناس كلها بتدعي، الناس كلها بتلتف حوالين حتى الشاشات اللي ما بيروحش الاستاد، كان في حاله كويسه جدا ويا رب دي تكون نوابه، يا رب دي تكون بدايه ان الكره المصريه تخرج من انا كنت شايف ان السنه دي كانت سنه مش كويسه. طبعا للكره المصريه. سواء بقى مسابقات محليه او سواء اداريا لخبطه سواء ازمات سواء مستوى فني حتى المنتخب الاول زعلنا كلنا انا شايف ان دي في نهايه السنه بتدينا بارقه امل ان احنا لا لو اشتغلنا كويس ولو اشتغلنا بروح ولو اشتغلنا باصرار وبنفس الوقت لو اشتغلنا برضو بتخطيط ان احنا هنبقى عارفين احنا عايزين ايه سواء بقى منتخب اول او منتخب اولمبي احنا دلوقتي عندنا هيبقى المتسع من الوقت والمجال هيبقى واسع قدام الجهاز الفني للمنتخب الاول كابتن حسام البدري مع مجموعه اللعيبه بقى بتاعه المنتخب الاولمبي دي طبعا كلها دلوقتي بقت نجوم احنا لو اتكلمنا عن اسامي اسماء كتير الحقيقه وده اللي هيخليني اتكلم معاك في الخبر البوابه سبورت كاتباه النهارده الموقع كاتبين ان البدري يستقر على ضم سبعه لاعبين من نجوم المنتخب الاولمبي هو طبعا كابتن حسام البدري ما اعلنش حاجه
لكن في كل الاحوال لسه بدري، اول تجمع هيبقى في شهر مارس، فاحنا برده مش عارفين. نفس الكلام اللي قلناه على الثلاثي اللي ممكن ينضم للمنتخب الاولمبي، هنقوله على الكام لاعب اللي ممكن ينضموا مع الكابتن حسام بدري طبقا لمستوياتهم طبعا، وهو اللي هيتابع ويقيم. بص خلينا نتكلم كمنتخب، لو فتحنا بقى سيره المنتخب الاول اكيد الكابتن حسام البدري مجموعه اللعيبه اللي معاه دي او اللي انضموا للمعسكر ده اعتقد ان في اسامي كتير جدا مش هتبقى موجوده. مش هيبقى في اسامي كتير هيبقى في اسامي كتير من اللي ضمها دي مش هتبقى موجوده لسبب او لاخر بقى، سبب فني، لسبب زي ما احنا بنقول ما فيش اللي احنا مش لامسين الروح، مش لامسين ان اللعيب اللي بينضم ده عايز يعمل حاجه لاسمه وعايز يعمل حاجه لمنتخب مصر. لا هيبقى في عدد كبير مش موجود في المعسكرات اللي جايه، والفرصه متهيألي بقى واسعه جدا قدام الكابتن حسام البدري من هنا لاول تجمع في شهر 3. طبعا هيبقى في معسكرات برده، هيبقى في مباريات، هيبقى في ماتش، هيبقى في لا قبلها انا قصدي كمان هيبقى في قبلها مباريات وديه و ومعسكرات قصيره، ماتشات بقى في الدوري، جدول الدوري هيبقى في برضو اجنده دوليه او اتنين قبل شهر 3. هيبقى في اجنده دوليه، هيبقى في لا هيبقى في تجمع طبعا قبل شهر 3، هيبقى في يناير او في فبراير اكيد هيبقى في الفيفا ديت في تجمع، هيبقى في معسكر ده طبعا هيتم فيه بقى، هنشوف بقى الفكر الجديد بتاع الكابتن حسام بدري، لان احنا عايزين نقول ان اللي فات ده لازم نقفل عليه صح، ولازم نتعلم منه اكيد، ونتعلم منه كويس جدا ونشتغل على اللي جاي. الاسباب ايه طب اللي فات ده؟ الاسباب ايه؟ ايه اللي ادى ان المنتخب يظهر بالمستوى ده المنتخب الاول يعني؟ الاسباب كتير. زي يعني لو فتحنا الموضوع ده انا شايف ان كان في عدم توفيق في قرارات كتير جدا سواء للجهاز الفني او لاتحاد الكوره. زي ايه؟ قرارات حتى سواء قرارات فنيه او قرارات اداريه. يعني انا لما اتكلمنا في بدايه المعسكر خالص وحصلت ازمه لعيبه بيراميدز انا كنت شايف ان ما تقدرش بالشكل ده خالص. خالص. ليه بقى؟ يعني حتى لو بيراميدز اخطا، وانا كنت شايف ان بيراميدز ما اخطاش، يعني ليس دفاعا عن بيراميدز، انا كنت شايف ان بيراميدز ما اخطاش. احنا المفروض اللعيبه تنضم، او بيراميدز ما اخطاش طبقا للوايح، للوايح. لكن حتى اصل احنا دلوقتي ما عندكش لا ماتش في الدوري ولا ماتش ولا عندك اي ارتباطات، طب ايه المشكله ما تودي اللعيبه؟ انا بقول لك حتى لو اخطا الامور تدار بطريقه اخرى، لان انا شايف انا وجهه نظري ان الطريقه اللي اديرت بيها الازمه دي القرار كان خاطئ، يعني طريقه خاطئه، طريقه اداره الازمه دي كانت طريقه خاطئه. لان لو هنتكلم ان احنا بنقول لوائح، لا احنا مش هنمشيها لوائح وهنمشيها بتواصل بود بحب بايا كان بقى المصطلح. لا بيبقى في تواصل مع اداره بيراميدز، في تواصل مع اداره الاهلي، في تواصل مع اداره الزمالك، بتفق معاهم ان اللعيبه هتنضم قبل الاجنده باربع ايام، بخمس ايام، بست ايام، واعتقد ان ده حصل مع الاهلي وحصل مع الزمالك. صح. عشان ابقى صريح. ده حصل تواصل، حصل اتصال بالاهلي، حتى لعيبه الاهلي سابت المعسكر اللي كان في دبي قبليه بيوم او بيومين وجات انضمت، كل ده تم بتواصل، ما تمش كده. اكيد بتنسيق طبعا. بتنسيق طبعًا. مع انا اللي انا اعرفه ان ما تمش تنسيق مع بيراميدز. خالص. او اتصال. انا طالما مش هجيب اللعيبه في اجنده دوليه. المفروض اتواصل مع اداره النادي ده او الجهاز الفني او ايا يكن بقى اللي انا هتواصل معاه، وخصوصا يعني اعتقد ان الكابتن حسام البدري ما كانش غريب عن اداره بيراميدز. طيب انا هسالك سؤال، ما فيش تواصل كان مع بيراميدز؟ هو في نفس الوقت ما كانش في تواصل مع بعض اللاعبين في الانديه الاخرى؟ ممكن التواصل كان مع اهلي او زمالك بس؟ ما احنا بنتكلم، طب ليه ما بنتكلم اهلي وزمالك في الانديه الاخرى؟ ما احنا بنتكلم اهلي وزمالك وبيراميدز ليه؟ برضه احنا بنتكلم هنا سبع لعيبه، هنا ثمان لعيبه، هنا خمس لعيبه. تمام. فالانديه الثانيه انت ما تواصلتش مع اللعيبه المحترفه، اللعيبه المحترفه جت في ميعادها في الاجنده الدوليه، انت ما تواصلتش مع فمين عندك هنا ثاني في الانديه؟ هتلاقي مثلا احمد جمعه من المصري، هتلاقي لعيب من سموحه، من سموحه يعني بيبقى لاعب والامور ماشي، يعني مشيت بطريقه ما فيهاش مشاكل. انت بتتكلم على سبع لعيبه انت اخترتهم يا كابتن حسام برؤيه فنيه، طبعا انت ليك الحق في الاختيارات بتاعتك، فاكيد انت مختارهم عشان انت محتاجهم السبع لعيبه اللي من بيراميدز. فكون ان تدار الازمه بالطريقه دي، خصوصا ان انا ساعه اليوم اللي اتاخد فيه القرار والبيان ده، انا شفت بيان من بيراميدز ان ما حصلش معانا تواصل ولكن اللعيبه هتروح المنتخب. وبعد كده بعديها بنص ساعه طلع بيان من الجهاز الفني بيقول ان احنا لا هنكتفي باللعيبه اللي موجوده ومش عايزين لعيبه بيراميدز، وتم ضم ايمن اشرف وكريم طارق من طلائع الجيش عوضا عن السبع لاعبين دول. اذا انت رؤيتك الفنيه انت شايف ان صح. اللي احنا شفناه بقى في المباريات سواء المباريات الوديه او المباراتين الرسميتين بيقول ان لا، ان كان في مشكله في المنتخب. طبعا اول معسكر واول مباريات واول ظهور للكابتن حسام البدري، وما ينفعش نحكم عليه في الوقت ده طبعا من ماتشين او ثلاثه او حتى اربعه او حتى خمسه او سته. لا
يعني بص مدير فني وطني ملم بامكانيات اللاعبين ملم بكل حاجه، بس برضه من الظلم ان انا احكم عليه في من اول معسكر ما لحقش، وبرضه زي ما قلنا في ازمه حصلت سواء بقى هو مخطئ فيها او لا، ولكن في مجموعه لعيبه مش موجوده، في محمد صلاح مصاب، يمكن محمد صلاح يعني من الاعمده الاساسيه لمنتخب مصر، ويفرق لو كان موجود كان يفرق اعتقد طبعا اكيد يفرق أكيد. طبعا فبرضه احنا برضه يعني بنقول بندي العذر طالما هو موجود وعلى راس القياده الفنيه لمنتخب مصر، لا بنقول احنا نتعلم من اخطائنا اللي فاتت اللي احنا وقعنا فيها، اللي حتى الاخطاء الفنيه او هو طبعا ادرى بيها الكابتن حسام البدري الاخطاء الفنيه اللي حصلت في المباريات سواء الوديه او الرسميه، الشكل اللي احنا شفناه شكل بيزعل الجمهور وزعلنا احنا بشكل مش هو ده منتخب مصر. متوقع تغير شكل منتخب مصر الاول بانضمام لاعبي المنتخب الاولمبي او العناصر اللي تتالق في التوقيت ده، كمان بعوده محمد صلاح ممكن يكون عندنا قوام قوي نقدر نشوف شكل مختلف في المنتخب؟ اكيد طبعا اكيد، انت بتتكلم في يعني اربع او خمس اسامي في المنتخب الاولمبي، بيتقال سبعه بيتقال ثمانيه، طبعا كل ده هيبقى ليه مطلق الحريه، كل اللعيبه دي هتبقى كل اللعيبه دي هتبقى متاحه قصاده، ولكن احنا كنا بنتكلم على لعيبه كانت موجوده لفترات كبيره في المنتخب الاول، بنتكلم على رمضان صبحي، بنتكلم على مصطفى محمد، كنا بنتقسم فيه خير ان هو يسد الفراغ في مركز المهاجم في مصر ان شاء الله لعيب مميز، يعني في كذا لعيب في كذا مركز موجودين، اضافه هيبقى اضافه طبعا لمنتخب مصر، محمد صلاح هيبقى اضافه لمنتخب مصر، بنتمنى ان احنا نشتغل على الهدف اللي جاي بقى، احنا عندنا هدف كاس العالم، تأهل لكاس العالم، وده اللي هنبتدي فيه في شهر 3 على فكره، يعني احنا اللي هنرجع له في التصفيات تصفيات كاس عالم مش امم افريقيا، تصفيات امم افريقيا في شهر 8 بالظبط، لسه بدري يعني تصفيات امم افريقيا تكملتها في شهر 8 ودي ما فيش منها خوف، حتى لو احنا تعادلنا الماتشين دول انا مش خايف هنقدر نصعد ولكن الهم الاساسي او الهدف الاساسي لا تصفيات كاس العالم، لا هو حته ان انت هتقدر تصعد، انت هتقدر تصعد بس الناس تتكلم على شكلك وادائك في الملعب وروحك، ما احنا عايزين لما تيجي بقى تواجه منتخبات اقوى من المنتخبات اللي بتقابلها في المجموعه دي هيبقى منظرك ايه؟ لا احنا عايزين الشكل يتغير، لكن حته هنصعد احنا ان شاء الله هنصعد، احنا عايزين الشكل يتغير خصوصا في تصفيات كاس العالم، احنا لسه ما شفناش القرعه، صح؟ لا عايزين نشوف بقى شكل تاني خالص لمنتخب مصر، بنتمنى زي ما بنقول لا نشتغل من دلوقتي كويس جدا على اللعيبه، مين بقى لا يصلح يبقى موجود لمنتخب مصر، لان في مجموعه اسامي بدون ذكر يعني بدون ذكرهم لا ما خلاص ما تنفعش تمثل منتخب مصر تاني. والكل شاف كده والجمهور كله شايف ان لا يعني احنا عايزين بقى نرجع الجمهور تاني ان هو يلتف حوالين منتخب مصر. عايزين ممكن نقول ان اللعيبه دي ما كانتش موفقه في الماتشين ولا هو حكم نهائي بقى الناس دي ما تنفعش؟ لا بص لما نطلع من كاس امم بالشكل اللي احنا شفناه نفس المجموعه ويجي يحصل نفس الدروب في المباريات دي يبقى في مشكله. في مشكله ولازم نحلها. ولو ما حلناهاش احنا بنتكلم في حاجه احنا مش نتمناهاش يعني الفتره اللي جايه. نتكلم عن النادي الاهلي شويه، بدايه رايك ايه في قرعه كاس مصر؟ طبعا احنا القرعه هي مش موجهه او هي لا هي موجهه هي موجهه, هي موجهة طبعا زي كل سنه ما فيش جديد، بس مش عشان اسباب امنيه يعني، هو عشان ده بطل دوري ده بطل كاس وكان تصريحات يعني رئيس الاهلي بغض النظر عن ماشي. المسميات هي بتتعمل كل سنه كده برضو بيتحط زي طريقين طريق بيبقى فيه الاهلي مثلا والاسماعيلي او السنه دي الاهلي والمصري طريق بيبقى فيه الزمالك والاسماعيلي ومثلا وبيراميدز هنا عندك الاهلي يبقى في طريقه الانتاج الحربي امبي المقاولين المصري الناحيه الثانيه بنتكلم على سموحه الزمالك سموحه المقصه الاسماعيلي بيراميدز متوازنه زي كل سنه ما فيش انا شايف ان ما فيش فيها اختلاف عن كله والبدايه دي بتاعت الدور الاول ده والدور التمهيدي ده اعتقد انه بيبقى سهل على فرق الدوري الممتاز ولكن بطولات الكاس دايما معودانا ان لا بيحصل مفاجاه او اتنين خارج التوقعات بنلاقي فريق من الدرجه الثانيه او فريق احنا مش حاطينه في الحسابات بالظبط بيكمل في البطوله بيقدم مستوى كويس فنتمنى ان احنا ان شاء الله بس اهم حاجه يتعمل مواعيدها نشوف المباريات هتتلعب امتى خصوصا انت النهارده اتكلمت عن خبر تعديل مباريات الاتحاد الافريقي مباريات دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه نتمنى ان هي ما تسببش ازمه للجنه المسابقات عندنا الاتحاد الافريقي اعلن من بدري اهو المفروض احنا نشتغل بقى على التعديلات دي برده من بدري يعني ما استناش لما الوقت الدنيا تتزنق لا لازم نحط اجندتنا من دلوقتي سواء للدوري او كاس مصر ونحط مواعيدنا
بما لا يتعارض طبعا مع البطولات الافريقيه او تجمعات المنتخبات ونشوف بقى نكمل الدوري. ان انا السنه دي الدوري مش عارف، مش حاسينه لسه يعني لا مش عايزين البدايه تبقى باهته كده، لا احنا عايزين بقى الدوري ينتظم شويه. انت بتتكلم على جانب تنظيمي للبطوله ولا بتتكلم على جانب فني؟ احنا نسينا احنا بقى لنا قد ايه، بقى لنا شهر و اكتر من شهر طبعا ما بنلعبش دوري، ما فيش بطوله بتقعد اكتر من شهر ما بتلعبش فيها دوري، فمش عايزين بقى تفقد رونقها البطوله دي. عايزين نشوف الجمهور يعني، اتمنى بقى احنا شفنا بقى بعد المنظر اللي شفناه، احنا شفنا البطوله يعني حاجه جميله جدا، وعندنا قدرنا ان احنا في ايام قليله السيستم رجع تاني بتاع تذكرتي، السيستم بتاع الفان اي دي اشتغل، الامور دي كلها نقدر حتى لو اعضاء جمعيه عموميه في البدايه نبداها باي طريقه بعدد قليل في البدايه، ولكن لازم يتم فتح لازم عشان البطوله، انا عايزين البطوله يبقى لها شكل طبعا، يبقى لها طعم، لازم يبقى لها طعم. احنا بادئين دلوقتي حوالي 4 أو 5 أسابيع، الجمهور كان ملتزم في الحقيقه في البطولتين اللي فاتوا بتاعه افريقيا، وهيبقى ملتزم طالما انت حطيت له، بص واللي يغلط عقبه هتحط له قواعد، طالما هتحط له قواعد وهتحط له نظام يمشي عليه وهتعرفه ان الخطا ده هيساوي العقوبه دي، خلاص صح هنلتزم صح، والجمهور المصري ملتزم. بس انت حط له قواعد وعامله بطريقه كويسه، الملعب يبقى كويس معد، يروح براحته يخش، يعرف يخش بهدوء، يتفتش بهدوء، يخش الملعب يشجع يخلص يخلص يمشي، والبقى اللي يخرج عن النص لا ليه حسابه، ليه حسابه لوحده، وما عاقبش الجمهور كله، لا حاسب المخرج عن الخروج عن النص ده الفرد بفرد. وعندنا الامكانيات وعندنا الكاميرات متركبه وعند يعني الامور كلها طبعا في ايدينا، بس نتمنى نشوف الجمهور، نتمنى ان الدوري نستعيد رونقه تاني ان شاء الله. يعني الدوري البدايه، مش عايز البدايه، هكرر تاني ان الدوري السنه دي بادئ باهت اداء، باهت ان احنا فترات كبيره بنقعد من غير ما نلعب، المنافسه لسه شكلها حتى ما اتضحش، لا عايزين ان شاء الله بدايه من الجوله دي نشوف تتابع وتوالي المباريات بقى في الدوري، والجمهور يرجع ان شاء الله بإذن. نشوف بطوله كويسه باذن الله. مباراة بكرة بإذن الله الأهلي والجونة مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي طبعا، بتشوف المباراة دي إزاي خصوصا في ظل بعض الغيابات، يعني مثلا غياب حمدي فتحي، إزاي مستر فايلر من وجهة نظرك هيتعامل معاه، إرهاق أو إجهاد رمضان صبحي، جاهزية أليو ديانج بعد إصابة وأجاي بعد إصابة، التعامل مع كل هذه الجزئيات هيتم إزاي من خلال المدير الفني؟ بداية أنا شايف إن الأهلي يعني أكتر فريق اتضرر من فترة التوقف، أكتر فريق اتضرر يعني انا شايف ان كل الفرق يمكن بلا استثناء استفادت استفادوا من فتره التوقف دي، في اللي عمل ولا اتضروا هم كمان زي الاهلي؟ لا اغلب الفرق استفادت. في فرق اتضرت اللي كانت ماشيه كويس. دي اشمعنى الاهلي كان ماشي كويس جدا، كويس كان بادئ الدوري بمستوى تصاعدي يعني محدش اختلف عليه طبعا، شفنا اداء، شفنا اهداف، اكتملت الصفوف يمكن من اول مره من شهور طويله ان الاهلي يبقى ما فيهوش الاصابات، كانت في بدايه الدوري كان الاهلي بادئ بصوره كويسه، الاصابات يمكن كانت خلاص يمكن انتهت بصوره كبيره جدا، ولكن فتره التوقف دي بنتكلم على اصابات، بنتكلم على اجهاد، بتتكلم ان انت فرقه كانت ماشيه يعني بتصاعد كبير جدا صح. بتوقفها شهر وبترجعها تاني، وعلى مباراتنا شايفهم صعبين يعني مباراه بكره الجونه جداً. بترجع بعديها على النجم الساحلي في بدايه دوري دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، مباراتين صعبين بترجع بيهم مع فرقه كان فيها لعيبه مع المنتخب الاولمبي، فيها لعيبه مع المنتخب الاول صح. فيها لعيبه مع منتخبات بلادها فيهم بقى اللي اصيب، يعني انت بتتكلم على حمدي فتحي اصيب مع المنتخب، إليو ديانج اصيب وجاي برده من بطوله، اجاي برده تعرض لاصابه، في رمضان صبحي عمل مجهود كبير جدا في البطوله دي، واعتقد ان هو غالبا مش هيلعب بكره، مش هيلعب بكره لان انت محتاجه الماتش النجم الساحلي، اعتقد ممكن يبقى فيه يقعد بكره كورقه على الدكه يتم الاستعانه بيه، منحو راحة. لو رمضان ما لعبش هيبقى جاي هيلعب، هو جاي جاهز، انا بقول لك، بس هو لسه برضه راجع من اصابه في العضله الامامية، بالظبط ما تقدرش تضمن يعني. فانت بتتكلم على الفرقه كانت ماشيه بصوره كويسه جدا، كل بكره مترقب لها، هل بقى الاداء اللي انت كنت ماشي بيه ده والمستوى اللي انت عملته والنتائج دي هتكملها وتكمل بقى نفس المنوال بتاعك ولا التوقف ده اثر عليك وهنشوف شكل انت متوقع ايه؟ شكل ايه؟ انت متوقع ايه؟ لا التوقف اثر، بس مش هياثر
بالصوره الكبيره، لان برضو الفريق والجهاز الفني فايلر اشتغل برضو في خلال فتره التوقف دي مع المجموعه اللي كانت معاه. طبعا كانت اكتريه العناصر مش موجوده، ولكن برضو فرصه ليه ان هو وصل فكره بصوره اكبر للعيبه. احنا كنا بنتكلم على فايلر وادائه ان هو مبشر بصوره كبيره جدا في بدايه تولي المسؤوليه بعد 3 أو 4 مباريات. لا، انت دلوقتي بقى يعني فرصتك بقت كبيره، ان انت معاك شهر اشتغلت فيها، وصلت فكرك للعيبه اللي موجوده، هضموا اللعيبه، هضمت الطريقه بتاعتك، هضمت شغلك. اعتقد ان التوازن بتاع الضرر اللي حصل والفايده برضو اللي حصلت من ان انت وصلت لعيبتك فكرك بصوره اكبر واعمق، لا ممكن نشوف في هبوط، يعني مش هنقول كبير، هبوط في المستوى قليل مش هيأثر بصوره كبيره، هيرجع تاني مع توالي المباريات، ترجع تاني لنفس مستواه مع عوده المصابين، مع عوده المباريات برضو بصوره بتاخد الحساسيه بتاعت الماتشات بالظبط، هترجع تاني بالتدريج، ولكن مش هتعمل الدروب، يعني التوقف ده او الضرر ده مش هيعمل الدروب الكبير في المستوى او في النتائج بتاعت الاهلي. طيب التشكيل تتوقعه ايه في ظل المعطيات اللي قدامنا كلها؟ يعني مثلا حارس المرمى الشناوي. بالظبط، الشناوي يمكن حتى فايلر من قبل الاصابات او الغيابات اللي موجوده عنده كان بيعمل عمليه تدوير، وكان بيعملها بحساب، وكان بيعملها بشكل كويس جدا جدا جدا. يعني الكل استفاد، وكل اكتريه اللعيبه لعبت في نفس التوليفه بنفس الهارموني بتاع الفريق. يمكن من المرات القليله اللي كنا بنشوف فيها الاهلي لا فريق، مش مجرد اسماء بقى، لو غاب لا هي مجموعه تروس كانت بتادي بصوره جماعيه كويسه جدا. وده اللي ميز، وده اللي خلى الناس تستبشر خير جدا بفايلر المدير الفني. فاعتقد ان بكره برضه هيحصل تغييرات عن اخر بقى مباراه الاهلي خاضها. طبعا هيبقى صعب الخوض، ولكن هو هيستغل مجموعه الاوراق اللي معاه. بنقول الشناوي طبعا اعتقد ان هو اساسي في حراسه المرمى، خط الدفاع في احمد فتحي ومحمد هاني، اعتقد هيفضل بين الاثنين في مركز. ده هيترتب على امكانيه مشاركه حمدي فتحي في نص الملعب على حساب احمد فتحي، ممكن يشارك في نص الملعب، ولكن اعتقد ان حسام عاشور هيلعب. حسام عاشور هيلعب. يبقى كده مين احمد فتحي ولا هاني في نص الملعب؟ لا اعتقد ممكن محمد هاني اللي يبدا. الدفاع في علي معلول طبعا. في رامي ربيعه. في ايمن اشرف. رامي وايمن ولا رامي وياسر؟ لا، رامي وايمن اعتقد. وفي نص الملعب حسام عاشور وعمرو السولية وقفشة، حسين الشحات، واجاي لو جاهز، ووليد ازار هيبتدي بكره اعتقد نسبه كبيره اعتقد، واجاي لكن مش هيتم الدفع برمضان، صعب شويه رمضان. انا شايف ان حتى الافضل ان رمضان ما يبداش بكره. يعني شايف ان الافضل ان رمضان ما يبداش بكره. لعب مباراه اول امبارح، يعني لعب حوالي 5 مباريات في اسبوعين، يعني اعتقد ان هو محتاج للراحه. يمكن حتى شفنا احنا في راحه سلبيه لصلاح محسن وعمار حمدي. فاعتقد ان لا، يعني من باب اولى ان انا ادي رمضان صبحي اللي شارك في كل البطوله حتى مباراه بكره بس. طيب توقعاتك للمباراه ايه؟ يعني نقدر او نشوف ان النادي الاهلي يقدر يفوز في المباراه دي باداء نفس الاداء اللي ختم بيه قبل فتره التوقف، ولا صعب شويه؟ بص، بنفس الاداء اللي ختم بيه صعب. ولكن الاهلي يقدر يفوز. ان شاء الله. يعني الاهلي يقدر يفوز على الجونه، وطبعا الجونه فريق طبعا محترم، عشان برضو ما نقولش ان احنا بنقول ان الاهلي يقدر يفوز ان المباراه سهله. لا، مباراه صعبه. فرقه الجونه فرقه برضو يعتبر جاهزه بصوره كبيره، يمكن حصل لهم دروب في النتائج متهيألي في الدوري، في يمكن احنا نسينا الدوري اعتقد هزيمه وتعادلين. ابتدوا الدوري بدايه مش كويسه. فترة التوقف دي فرصة للجهاز الفني، المدير الفني الصربي اللي موجود، ممكن يظهروا بشكل مختلف. لازم طبعا هو قدامه ان هو لازم يظهر قدام الاهلي بشكل مختلف، لازم يعوض اللي حصل في بداية الدوري. يمكن دي ما الاندية اللي استفادت من فترة التوقف. فريق الجونة جاي له برضه لعيبة من المنتخب الاولمبي، عندهم نشوة، وفي نفس الوقت ما شاركوش بصورة أساسية كبيرة. يعني أحمد ياسر ريان ما شاركش، بس أحمد ياسر معار فمش هيلعب. هو وأكرم توفيق مش هيلعب. إنما في الجزار
الجزار اعتقد مش هيلعب برضه. الجزار مش اعار. معار. الجزار اعار. فمجموعه المعارين دي اللي هيلعب اللي كانوا في باسم علي ممكن ما يلعبش برضه تقريبا، كان هو معار برضه اعتقد. الاربعه دول مش هيلعبوا. هيلعب محمد نجيب لان ده بيعني محمد نجيب. اسلام محارب هيلعب. اسلام محارب ده بيعني نهائي برضه. المجموعه دي عمر رضوان وعمر رضوان بيعني نهائي. فالمجموعه دي هو معاه مجموعه اشتغل عليها في المعسكر. انا زي ما كنت عايز اقول لك ان هو مش هيتاثر بالمجموعه اللي جايه له من المنتخب الاولمبي، ان في منهم اللي مش هيلعب او ما شاركش او ما شاركش، فمش هيتاثر بقصه المنتخب الاولمبي او التوقف. هو اشتغل في مباريات وديه الفتره اللي فاتت الجونه، فريق بيضم عناصر كويسه جدا على فكره، وعلى ملعبه بيبقوا يعني بيحققوا نتائج كويسه وبيعملوا شكل كويس على ملعبهم. يمكن من الفرق اللي بنقول عليها الفرق اللي صعبه على ملعبها طبعا. وهي جاهزه، هو ملعب نفسه صعب كده واجهز، وهي اجهز من من اي حد في الوقت ده، اجهز من الاهلي لان هم شغالين طول الشهر ده تدريب مع بعض، مباريات وديه، زائد زي ما بقول لك الرغبه بقى ان انا احسن شكلي، احسن الوضع قدام النادي الاهلي مع بدايه عوده الدوري من جديد، لان اي دروب تاني في مباراه او في مباراتين بالنسبه للجونه هيبقى صعب بالنسبه للجهاز الفني الحالي طبعا، ان هيبقى خلاص بقى في بيصارع او في المراكز المتاخره والجدول بيجري او المباريات بتجري، فهتبقى الموضوع عنده رغبه كبيره جدا ان هو يظهر قدام الاهلي، وعنده رغبه كبيره جدا ان هو يعوض ويجمع نقط بقى الفتره اللي جايه علشان الموضوع ما يبقاش اصعب بالنسبه لهم في ترتيب الجدول. الاهلي بالنسبه له مباراه مهمه جدا لكذا، برضو لكذا سبب. انت بتتكلم ان انت عايز بقى تاكد وتبين في الدوري ان انت لا مكمل بنفس ادائك، بتواصل انتصاراتك في الدوري، وعايز تستعد بشكل جيد لمباراه النجم، بترجع تاني برضو بصوره معنويه. ما انا لسه جاي لك. بترجع بصوره معنويه تاني، بتوصل للنقطه 12، عايز توصل للصداره قبل ما تلعب النجم الساحلي، زائد ان مباراة ليها حسابات تانية، ان انت بتلعب مباراة قبل 4 ايام، مباراة مهمة جدا قدام النجم الساحلي، فبرضو الحسابات الفنية بالنسبة للجهاز الفني مهمة جدا، ان انا بلاعب مين، بجرب ايه، مين هياخد النهاردة وهيريح، مين مش هيلعب وهيلعبه ماتش النجم الساحلي. اكيد الجهاز الفني درس كل هذه الامور في الحقيقة، ان هو طبعا درس واشتغل على مبارتين كوحدة واحدة. انا اعتقد ان مفيش فصل بين المباراتين دول، لان الفصل بينهم قصير جدا. فاعتقد ان الجهاز الفني اشتغل، حدد فعلا يعني خارطته او خطته في المباراه دي ايه، وفي مباراه النجم الساحلي ايه، واشتغل على كده خلال الفتره اللي فاتت دي، وهيبان لنا بكره دماغه ايه في مباراه النجم الساحلي كمان. زي ما بقول لك، لو رمضان قعد يبقى مقعده ليه، احمد فتحي لو ما لعبش، المجموعه دي كلها لو احنا تابعنا بكره المباراه شفنا لا احنا اكيد هنتابع يعني لو لا تابعنا المباراه قرينا ما بين السطور من اهداف المدير الفني. طيب، ضغط المباريات بشكل متتالي في بطولات مختلفه بعد فتره توقف كبيره. يعني مثلا اديك مثال، الدوري الانجليزي لما بيبتدي ايه، واحده واحده كده، بتبتدي اول اسبوع، بعدين بتقعد 5 6 ايام تلعب الجوله الثانيه، 5 6 ايام تلعب الجوله الثالثه، وبعد كده في فتره توقف دولي، بترجع تبتدي تلعب فتره توقف كل دولي. احنا عارفين ان كل يوم سبت في كل اسبوع، وايه بيبقى في نص اسبوع تشامبيونز ليج، بطوله الاتحاد الانجليزي، الكلام ده، فبيبقى مرتبين الامور، لازم تبتدي بشكل تدريجي. انت دلوقتي قعدت فتره توقف كبيره جدا، هترجع تلعب ايه بقى؟ دوري 4 ايام، تلعب دوري ابطال افريقيا، ترجع تلعب كاس مصر، تلعب دوري ابطال دوري ودوري. الكلام ده هياثر على النادي الاهلي مثلا؟ شايف ضغط المباريات ده مش هيكون في صالح اللاعبين والفريق؟ هو يأثر طبعا، عشان تخلينا برضو ايه منطقيين، ولكن الاهلي، مش هتكلم برضو عن الاهلي لوحده، هتكلم على الاهلي والزمالك، المفروض الانديه الكبيره المشاركه في البطولات، المفروض الانديه دي معاها قايمه فيها عدد كبير من اللعيبه. تمام، اللعيبه دي كلها مهمه، يعني حتى لو بنتكلم على التدوير بالنسبه للاهلي واللي عمله فايرا في بدايه الموسم، ان هو خلى في كل مركز فيه لاعب واثنين موجودين، وما تعرفش مين الاساسي ومين الاحتياطي. لان احنا كنا بنشوف مروان محسن بيلعب، كنا بنشوف فريد ازارو بيلعب، كنا بنشوف اجاي يمكن بدا في مباراه الزمالك بعد فتره غياب طويله وظهر بشكل كويس، بنشوف قفشه موجود، حسين الشحات، وليد سليمان، فانت بتتكلم على عمليه تدوير كلها اسامي كبيره، كلها لعيبه كويسه. المهم ان الوحده بتاعه الفريق بقى، ده دور الجهاز الفني، وان انت توازن بين البطولات دي والمباريات دي. طبعا هيبقى في ضغط على الانديه المشاركه طبعا، يعني على راسهم طبعا الاهلي والزمالك، ونتكلم على بيراميدز مصر والمصري والمشاركين في البطوله العربيه، فيبقى دي في ضغط. ولكن الانديه دي اللي بتشارك في بطولات خارجيه، اعتقد ان هو لازم هيبقى في عندهم حسابات مختلفه، سواء في الدوري او في البطولات الخارجيه، في معاهم مجموعه لعيبه كويسه،
يقدروا ان شاء الله يعدي. بس انا اللي اتمناه ان احنا نعمل من دلوقتي، احنا دلوقتي جات لنا التعديلات وجات لنا المباريات، نرتب بقى القرعه، لا نرتب امورنا بمواعيدنا بالنسبه للانديه المشاركه خارجيا، ونعمل جدولنا بشكل كويس عشان حتى اللي بيرتب بقى والجهاز الفني اللي بيرتب احماله او اللي بيرتب. عايز اسالك سؤال بمناسبه الترتيب ده، يعني النهارده مثلا القرعه بتاعت كاس مصر اتعملت، ليه ما اعلناش عن مواعيد المباريات على طول؟ هو قال لك في الاسبوع الاول من شهر ديسمبر، طب ليه ما قلناش يعني يوم كذا هيبقى مباراه كذا؟ ليه بيستنوا 24 ساعه؟ برضو في قرعه الدوري ما كانش في مواعيد، الدوري تم الاعلان عن القرعه بدون ليه مواعيد. ليه والله ده يعني احنا عايزين نسالهم، مش حاجة غريبة، احنا عايزين نسالهم السؤال ده. يعني احنا لو 24 ساعه وهيعلنوا المواعيد، احنا كنا ممكن ناجل القرعه بتاعت النهارده دي بكره مره واحده، اعلن ونعلم معاها المواعيد. يعني ده اللي بيحصل في العالم كله، يعني لان الامور النهارده متهيألي واضحه بالنسبه للمشاركات الافريقيه والدوري، المفروض الامور واضحه. صح. فان انا كنت اقدر احدد مواعيد مباريات كاس مصر، ولكن ممكن برضو ندي العذر ان في ملاعب، في اجابات امنيه مستنينا. ممكن برضو ندي العذر ان بعد القرعه بيبان حاجات ممكن ما تكونش باينه قبل القرعه. يعني لو الاهلي مثلا هيلعب بني سويف، المصري هيلعب مع هنا، طب المصري هيلعب في انهي ملعب؟ دي برضه ممكن نديهم فيها العذر. بيدور على ملعب لمباراه معينه، بيدور على ملعب ل... طب لو الموضوع متعلق بالملاعب والموافقات الامنيه، ف 24 ساعه ممكن يحلوا القصه دي او يعرفوا. ممكن. بتتبعت القرعه بقى للامن، او بتتبعت المباريات دي بتتسكن في الملعب الفلاني، بيتجاب عليها موافقه مباشره، بتحدد يومها. بيتقال والله ممكن يجي رد من الامن. لا، ساعات الموافقات بتتاخر برضه. ما هو بتتاخر لو في رفض مثلا، لو انت جيت مثلا قلت انا عايز العب الماتش المصري اليوم الفلاني في الملعب الفلاني، فالامن يقول لك لا والله ما ينفعش يتلعب اليوم ده. فانت ساعتها بتضطر ان انت مثلا تاجله يوم، او بتاخر الاعلان يوم او يومين. نتمنى التوفيق للجميع، والاهم ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته بكره. استاذ محمد نورتنا وشرفتنا وبشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك امير، جدا سعيد ان كنت معاك والله. انا اسعد بكل تاكيد. الاستاذ محمد السيد الناقد الرياضي بالاخبار المسائي كان ضيفنا في حلقه كلام في الميديا النهارده. بكره الاهلي هيلعب ان شاء الله الساعه 5 مع الجونه، نتمنى له كل التوفيق باذن الله. الاهلي يرجع او يطير لتونس بثلاث نقاط في بطوله الدوري، ثلاث نقاط جديده، ويكون متاهب وجاهز لثلاث نقاط اخرى في بطوله دوري ابطال افريقيا. احنا بكره هنكون اجازه طبعا عشان ميعاد المباراه، نرجع بعد بكره ان شاء الله نبارك لبعض باذن الله تعالى فوز النادي الاهلي في التحدي الاول، وفي انتظار التحدي الاخر في بطوله دوري ابطال افريقيا مع النجم الساحلي. كل توفيق النادي الاهلي. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا بعد بكره في حلقه جديده من نفس البرنامج. الى اللقاء.